بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم النهارده عن الكاردياك ريهابليتيشن. تعرفوا يعني الكاردياك ريهابليتيشن؟ دي احد ال تمام. ايه تاني؟ تمام. يبقى احنا قلنا risk factor modification, exercise training, how to manage the patient post event. ايه تاني؟ psychological support. تمام. نو احنا قلنا exercise training. ايه تاني غير exercise؟ nutrition. تمام. مبدئيا what's cardiac rehabilitation it's comprehensive exercise education behavioral modification program. الجول بتاعنا ان احنا نهلب البيشن ان هما يرجعوا to the normal life ونريديوس الفيوتشر ايفنتس اللي ممكن تحصل لهم تاني. اوكي يعني هو العيان جاله انفاكشن فور اكزامبل. تمام. الهدف ان احنا نعمل لهم cardiac rehabilitation ان احنا نرجعهم to the normal life اللي كانت موجوده قبل ما يحصل لهم الانفاكشن دي. This is number one. نمرة اتنين نمنع الفيوتشر ايفنت بان احنا نريفرس البروجريشن بتاع ناتشرال ديزيز اللي حصل له سواء اثيروسكلروزز او هارت فيلير او وات ايفر. اوكي الديفينيشن بتاع ال WHO ان اتس ذا سام اوف اكتيفيتيز ريكوايرد ان اتس نوت وان اكتيفيتي زي ما انتوا قلتوا هم كذا حاجه منها اكسرسايز منها ريسك فاكتور موديفيكيشن منها نيوتريشنال كونسلنج منها سيكشوال كونسلنج منها سايكاتريك سبورت منها ريسك فاكتور يعني كذا حاجه منها ميديكيشنز. تمام. To ensure the best physical, mental, social condition. تمام. So that the patient by their own effort من غير ما يعتمدوا على حد تاني مش عايزين السبورت بتاعت الفاميليز بتاعتهم ممكن يرجعوا to the normal as much as possible in the life. يعني ما يبقاش معتمد وعالة على حد تاني في الأسرة يقدر ان هو at least يميت ال basic requirements for life ان هو ممكن يروح الحمام لوحده ممكن ينزل شغله لوحده ممكن ينزل يشتري حاجات من المحل. يعني قصدي ما يقدر ما يبقاش معتمد على حد في ان هو يسبورت himself in life. اوكي فبالتالي الاوبجكتيفز بتاعت الكارديك ريهابليتيشن ان احنا نبوزيتيفلي انفلوينس الديزيز بروجريشن اند بروجنوز. يعني لو عنده اثيروسكلروز نعمل اريست للبروسيس بتاعت الاثيروسكلروز. تمام. فنمنع البروجريشن اوف ذا ديزيز. لو عنده هارت فيلير نمنع البروجريشن اوف هارت فيلير ودروب انجكشن فراكشن. تمام. وبالتبعيه بنمبروف الفيوتشر ايفنتس بتاعت العيان دي ما يحصلش من يعني نقلل الفيوتشر ايفنتس بتاعت العيان دي. الحاجه الثانيه تو امبروف ذا سيمتوم فري اكسرسايز تولرنس اند اوفر اول كواليتي اوف لايف. يعني كواليتي اوف لايف بتاعته يعني غير ان احنا بنحسن مورتاليتي بنحسن موربيديتي الكواليتي اوف لايف بتاعت العيان تبقى كويس مش ان هو يجي له انفاركشن هيقعد في البيت بينهج وخلاص على كده. تمام. احنا ما حسناش موربيديتي بس احنا عايزين نحسن كواليتي اوف لايف العيان يبقى ليه رول في المجتمع ان هو يرجع تاني يشتغل ويرجع تاني يعتني بنفسه ويقدر ايه يبقى ليه رول في الكوميونتي. Who are the appropriate patients for cardiac rehabilitation؟ مين اللي احنا ممكن ان احنا نانرول في cardiac rehabilitation programs؟ Ischemic patients, heart failure patients. Post surgery. تمام. مبدئيا اي acute event يعني العيان اللي جاله acute coronary syndrome سواء MI او unstable angina او non-ST elevation MI. تمام. بس طبعا بعد ما بيعدي اول اسبوعين ثلاثه كده وبعد ما يبقى ستيبل ممكن احنا نقول من الكارديك ريبتيشن بروجرام. بوست كابج بيشنتس زي ما قلتوا بوست بي سي اي بيشنتس بيشنت وذ كرونيك ستيبل انجينا كرونيك هارت فيلير بروفايد ان هم ار كومبنسيتد بيشنتس وذ فالف ريبير او ريبليسمنت واخيرا يعني مش موجود عندنا هارت اور هارت لانج ترانسبلانتيشن. اوكي كل العيانين دول كان بنفيت فروم كارديك ريبتيشن. فليترلي احنا بنتكلم على اول كارديك بيشنت كان have benefit from cardiac rehabilitation. طيب احنا زي ما قلنا ان components of cardiac rehabilitation هي مش حاجه واحده احنا عباره عن كذا حاجه زي ما احنا قلنا في الاول. فايتس مالتي ديسيبلينري ابروتش عباره عن ان احنا في ميديكال ايفالويشن للعيان عشان نعرف ريسك بروفايل بتاعه وبالتبعيه نعمل له ريسك فاكتور موديفيكيشن للدايبيتس للهايبرتنشن للبادي ماس اندكس للليبيد بروفايل بيتعمل لهم نيوتريشنال كونسلنج. تمام. ان طبيعي مش هيحصل دايابيتك كنترول كويس ولا هايبرتنسيف كنترول كويس من غير ما يبقى فيه
نيوتريشنال كونسلنج صح، لازم العيان يعرف ياكل ايه تمام، ونوصله للتارجت بادي ماس اندكس اللي احنا عاوزين نوصله له اللي سبب ريسك فاكتور. سايكو سوشيال مانجمنت، كل العيانين اللي بيتحجزوا في باكيوت ايفنت 25 تقريبا بيرسنت منهم عندهم some sort of psychiatric disorder in the form of depression or anxiety، وده كان adversely affect العيانين دول in the form of prognosis. ف يعني تخيلوا من كل اربع عيانين محجوزين في الرعايه واحد منهم عنده depression or anxiety at least، فالعيانين دول محتاجين ان هم يبقوا psychiatric evaluated، ولو عنده depression or anxiety they have to be managed accordingly. Physical activity counseling، لازم العيان وهو في المستشفى يبتدي يتحرك تمام. قصة ان العيان الرعاية ده لازم يبقى bed ridden this is a wrong concept عندنا كلنا تمام، لازم العيان يبتدي يتحرك بس ليها بروتوكول معين تمام، وبعد ما يخرج لازم نقوله يتحرك ازاي تمام. عيانين كتير قوي بيبقى عندهم fears وعندهم قلق ان هو يرجع to his normal life ومفيش حد بيجاوب على اسئلته، العيان بيخش المستشفى بانفاركشن بياخد ترومبوليتك او بيعمل برايمري بي سي اي وبيخرج ما يعرفش ايه اللي حصل له وليه حصل تمام، ويعمل ايه لما يخرج. فبالتبعيه بيبقوا خايفين ان هم يرجعوا تو نورمال لايف تاني، بيبقى خايف ان هو يحصل له انذر ايفنت، فاحنا لازم ان احنا ننصح العيانين دول يبتدوا يتحركوا ازاي ويرجعوا تو نورمال لايف تاني ازاي. ان سوبرفايز اكسرسايز تريننج، وده بقى الكور او اللي هو المين بالك بتاع الفيس 2 كارديك ريبيتيشن او اللي هو فورما كارديك ريبيتيشن بروب اوكي، لكن الحاجات التانية كلها مكمله ليه. عشان كده احنا لازم يبقى عندنا تيم فور كارديك ريبيتيشن، هي مش كاريد اوت باي وان بيرسون، اتس نوت ا وان مان شو، زي ما قلنا اتس مالتي ديسيبلينري ابروتش، في كذا حاجه فيه تمام، فلازم يبقى كاريد باي تيم. التيم ده عباره عن ايه؟ كارديولوجيست، وده السنتر بتاع التيم ان هو اللي بيلينك بقيه التخصصات تمام، وهو اللي عارف الريسك بروفايل بتاع العيان. الفيزيوثيرابيست طبعا دي رول لو احنا محتاج نعمل العيان ده فيزيوثيرابي. دايتيشن زي ما قلنا عشان نيوتريشنال كونسلنج. سايكاتريست عشان ايفالويشن اوف ذا سايكاتريك ستاتس اوف ذا العيان، زي ما قلنا 25% من العيانين دول عندهم ديبرشن او انكزايتي. اندرولوجيست لو عنده اي سيكشوال بروبلمز، وطبعا سبيشاليزد نيرس هي بقى ايه الكوردينيتور برضه مع الكارديولوجيست، وهي ايه بتبقى زي الدينامو بتاع وحده الكارديك ريبيتيشن. الفيزز بتاعت كارديك ريبيتيشن عباره عن اربع فيزز، احيانا بيعتبروها ثلاثه تمام. فيز 1 and this is the in hospital phase، العيان اللي عنده infarction وقاعد في الرعايه فوق المفروض يو ريسيف فيز 1، وان هو بقى يركز معانا عشان احنا هنتكلم عليها بالتفصيل بس غالبا في الاخر لما اقعد معاكم شويه، ان احنا وير فيري لاكينج ان ذا فيز 1 كارديك ريبيتيشن. زي ما قلنا العيان بيخش بانفاركشن يخش يعمل برايمري ويقعد في الرعايه يومين ثلاثه، يطلع يوم الاسم وخلاص على كده ويبقى ديشارج، وانت الحمد لله جالك جلطه وعملنا لك قسطره بيت زي الفل وخد ادي العلاج بتاعك اند ذاتس ات. This is not correct. تمام، احنا ما عملناش حاجه، احنا كل اللي عملناه ان العيان ده هيرجع لنا بعد فتره شهور او كام سنه بري انفكشن تاني، ليه؟ ان احنا ما قلنالهوش على الريسك فاكتورز بتاعته اللي محتاجه موديفيكيشن. لو العيان ده كان بيدخن هيرجع يدخن تاني اوكي، العيان ده لو بياكل ان هيلثي دايت هيرجع ياكل ان هيلثي دايت تاني اوكي، ما قلنالهوش الادويه اللي المفروض يبقى كومبلاينت عليها، فالعيان ده ممكن ده ويعمل له حبه سايد افكتس يقوم يوقفه من نفسه، بنشوف الكلام ده كتير جدا اوكي. العيان ده ما يعرفش امتى يرجع شغله، ما يعرفش امتى يريزيوم هي سيكشوال اكتيفيتي، ما يعرفش امتى ممكن يسافر، ما يعرفش، ما فيش حاجه خالص من يعني ما حطنهوش على التراك الصح بتاعه اوكي. كل اللي احنا عملناه احنا قلنا له ان جاله جلطه حتى ما يعرفش يعني ايه جلطه اوكي، وان هو عمل اثره وخف الحمد لله وادي العلاج بتاعه اند ذاتس ات، ذس از نوت كوركت. فاحنا لازم الان هوسبيتال كارديك ريبيتيشن ده يبقى امبلمنتد، لازم نقعد مع العيان ونتكلم تفصيل ايه الكونسبتس بتاعت الهوسبيتال كارديك ريبيتيشن. الحاجه الثانيه الفيس 2، وده الفورمال كارديك ريبيتيشن، لما بنتكلم على كارديك ريبيتيشن ان جنرال بنتكلم على فيس 2، وده اللي هو بيبقى فيه وحده كارديك ريبيتيشن في المستشفى او سنتر اوف كارديك ريبيتيشن، بيبقى العيان ريفيرد لي بعد الاكيوت ايفنت تمام، وده بيبقى فيه كل الابروتشز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده تمام، والكور بتاعه او المين كور بتاعه اللي هو الاكسرسايز اوكي. فيز 3 ده بيبقى من 3 ل 12 شهر، يعني بعد ما يخلص الفيز 2 ممكن تكون اكستنت 1 يير، والمينتنس فيز اللي هي فيز 4 هنتكلم عليهم بالتفصيل. فيز 1 دي اللي هي زي ما قلنا دي الان بيشنت كارديك ريهابيليتيشن، ودي بتانفولف ان يبقى في ايرلي اسسمنت وريسك ستراتيفيكيشن اوف ذا بيشنت، بمعنى ان احنا هنعرف الريسك بروفايل بتاع العيان والدايجنوست بتاعه يبقى صح ويبقى ريسك ستراتيفايد كويس، ويبقى اسست العيان ده از هي هاي ريسك
is this patient stable ولا unstable. اوكي هني educate العيان بخصوص هو ايه اللي حصل له, يعني ايه infarction تمام, وحصلت ليه, ايه الريسك فاكتورز اللي عنده, وهاو تو تاكل ذم, والايه التارجتس اللي المفروض نوصل لها. يعني المفروض كل عيان ده يتفضلوا اتليست من ربع ساعه لنص ساعه نقعد معاه نتكلم اوكي ليه حصل له كده, وايه الريسك فاكتورز, اند هاو ان احنا نمنع الكلام ده ان ذا فيوتشر. طب ايه المفروض ياكل ايه, يرجع لشغله ازاي, هاو تو ريسيوم سيكشوال اكتيفيتي, ايه الميديكيشنز المفروض يمشي عليها واهميتها, وايه ونشرح له كل دواء بيتاخد ليه, وايه البوسيبل سايد افكتس, ويعمل ايه لو عمل سايد افكتس, وزي ان هو يعني ايه الادويه اللي ما ينفعش يوقفها خالص زي الاسبيرين مثلا تمام. ولازم ان احنا ما نستناش العيان لما يسال, احنا لازم احنا نتطوع بان احنا نجيب كل الاسئله اللي بتدور في دماغه من غير ما هو ما يسال. يعني مش هنستنى لحد ما العيان يسالنا مثلا يرجع شغله امتى, احنا المفروض احنا نقول له. ما ينفعش ان احنا نستنى العيان يقول لنا امتى يجي المستشفى, لازم نقول له ايه warning symptoms او signs لو حصلت يجي امتى ويعمل ايه تمام. ما ينفعش نستنى العيان يسالنا, العيان طبعا هو embarrassed how to resume sexual activity. طب لو هو عنده some sort of sexual dysfunction ومحتاج sexual enhancement drugs ينفع ياخدها ولا لا, ولو اخدها ياخدها ازاي. ما ينفعش نستنى العيان لما يسال الاسئله دي, احنا لازم من نفسنا ان احنا نتطوع بالاجابه ونجاوب على كل الاسئله دي بنفسنا قبل ما العيان ما يخرج. اوكي الكلام ده is very important, ياكل ايه ما ياكلش ايه, فده يندرج تحت بند الايديوكيشن. سبورتيف كونسلنج, ان احنا زي ما قلنا لازم نعمل سايكاتريك ايفالويشن وسايكاتريك سبورت للعيانين اللي محتاجينها, زي اللي عندهم يعني ميجور ديبرشن او ميجور انزايتي تمام. طبعا في اماكن تانية بيبقى فيه زي بحث اجتماعي للعيان اللي محتاج فاينانشال سبورت او سوشيال سبورت تمام, عيان كبير في السن وما عندوش حد يعتني بيه بعد كده. فانا قصدي في حاجات تانية تيجي تحت السبورتيف كونسلنج. الموبيلايزيشن, اند ذس از فيري امبورتنت, العيانين اللي هم بيجي لهم انفاكشن ويعمل برايمري بي سي اي ممكن يقدر قاعد بيد ريدن طول فتره الحجز في المستشفى, ما بيتحركش غير ان هو عشان يروح الحمام, اند ذاتس ات, ده مش صح تمام. طبعا احنا وي هاف تو بالانس في الموبيلايزيشن بتوين الريسك بان هو ايرلي موبيلايزيشن بالاريثمياز بالهايبوتنشن بالحاجات الكومبليكيشنز ممكن تحصل بينه, اند الريسك بتاعت البرولونجد ايموبيلايزيشن, هو قاعد في السرير يجي له دي في تي ومسل ويستنج وكونستيبيشن والمشاكل الثانيه اللي ممكن تحصل. في ايرلي موبيلايزيشن از فيري امبورتنت, وانس ان العيان از ستيبل, عيان البوست ام اي ستيبل فور ات ليست 8 تو 12 اورز, المفروض يبتدي يتحرك جراديوال, ونقول ازاي هيبتدي يتحرك تمام. يعني مبدئيا يبتدي يقعد في السرير, وبعد كده يبتدي يقعد على بيد سايد كومود, يبتدي يعمل سيلف كير ان هو يسرح شعره ويغسل وشه ويروح الحمام سبورتد الاول, بعد كده يبتدي يروح الحمام ان سبورتد, يعني يبتدي جراديوال كده ستيب اب في الموبيلايزيشن بتاعه لحد ما يبتدي يروح الورد على اليوم الثاني او الثالث لو هو ان كومبليكيتد ام اي, يبتدي لازم يتحرك في الورد كل يوم 10 minutes to 20 minutes ونزودها تدريج لحد ما يخرج العيان. ليه؟ زي ما قلنا ان احنا الهدف من الايرلي موبيلايزيشن ان احنا عاوزين على العيان على ما يخرج يروح بيته ويبتدي ان هو يبقى ديبندبل على نفسه في السيلف كير والسيلف سبورت ميجرز, يعرف يروح الحمام بنفسه ما يعتمدش على حد, يعرف ليه يتحرك في البيت بنفسه, عاوز يجيب يعمل حاجه في المطبخ يعملها, عاوز ينزل حتى يروح يجيب حاجه من المحل اللي قدامه مفيش مشكله اوكي, ويبتدي يرجع لهيز نورمال لايف بعد كده جرادوال. بس اتليست ان احنا يبقى هو سيلف ديبندبل ان هو يبتدي يعتني بنفسه على ما يخرج من المستشفى. وطبعا اهم حاجه ان احنا تو ريفير ذا بيشنت تو اوت بيشنت كارديك ريهابيليتيشن يونت, ان احنا ناتاتش البيشنت من قبل ما يخرج تو كارديك ريهابيليتيشن يونت تمام. ليه؟ ان هو احنا زي ما قلنا ده الفورمال كارديك ريهابيليتيشن بروجرام بتاعنا, وعلى اساسه بقى يعني العيان على ما بيخرج, عارفين طبعا العيان المصري ما كانش ان احنا هنبقى اوريدي قايلين له ان انت عندك ميعاد بعد اسبوعين في الوحده, واحنا اوريدي اخذنا الميعاد واسمك متسجل هناك وهتروح على طول, هو مش هيروح مش هيسال اوكي. زي ما قلنا ان فيز 1 كارديك ريهابيليتيشن شود بروجريس فروم انيشال سبورتيف اند سيلف كير اكتيفيتيز تو ريجولار ديلي ووكينج, احنا قلنا يبتدي هو في الرعايه يقعد على السرير, بعد كده يبيت سايد كومود, يبتدي يروح حمام سبورتد, بعد كده ان سبورتد, وبعد كده يبتدي ان احنا لما يروح القسم لما نعمل ستيب داون في المونيتورنج لان هو يروح وورد ولا انترميديت كير, يبتدي بقى ايه يمشي في الطرقه بتاعه القسم ان سبورتد تمام. لو هو لو ريسك بيشنت وخلاص احنا مطمنين ان هو هيمودايناميكلي الكتريكلي اند ستيبل ومفيش اي ريزيديوال اسكيميا يعني. زي ما قلنا early activity is important علشان البيشنت ما يلوز muscle strength very quickly لما يفضل قاعد في السرير, وخصوصا في العينين ده في العينين heart failure, والعينين heart failure بيقعدوا كتير decompensated, ممكن يقعد اسبوع على ما يبتدي يبقى compensated, ياخد inotropic support و IV lasix على ما يبتدي يبقى ناشف, يبتدي يتحرك, بياخد
ويك او اكتر، والكلام ده بيحصل مع ماسف ماسل ويستنج. كلنا عارفين اللاعبين الهارت فيلر بيبقوا عندهم ماسف ماسل ويست. لا احنا اول ما العيان ما يبتدي يبقى كومبنسيتد يبتدي سبورتد كده يتحرك خفيف تمام. طبعا احنا ستارت وذ ايزي اكتيفيتيز زي ان هو يقعد في على كرسي، بعد كده يبتدي يمشي and progress من مرتين لثلاث مرات بير داي for at least 5 to 20 minutes per mark. زي ما قلنا examples of the initial activity. Step 1 ان احنا rest in bed until you're stable تمام. بعد كده sit up in bed with assistant، نرفعه ونقعد كده بالassistant بتاعت nurse. بعد كده ممكن stand at bedside with assistants تمام. Perform self care activities while seated، ان هو يسرح نفسه يغسل وشه. Step 2 بقى لما يبتدي العيان يبقى more stable تمام، sit up in bed independently، هو لوحده يقعد في السرير. Walk in the room to the bathroom تمام، الاول طبعا يبقى with assistance، وبعد كده يبتدي يبقى without assistance. We perform self care activities in the bathroom، يبتدي يغسل سنانه ويغسل وشه ويحلق دقنه تمام. Step 3 العيان يبتدي بقى لما يبقى more stable يسيت up and stand independently، مش محتاج حد يوقفه. طبعا هنخاف من الاول، في الاول العيان بيجيله postural hypotension، العيان قاعد في سرير بقاله مثلا يوم ولا يومين، لا محتاج الاول يبقى with support، لازم يبقى معاه حد nurse او حد من relatives او حد من cardiac rehabilitation unit. وبعد كده يبتدي walk in the hall with assistance من 5 ل 10 دقايق، وبعد كده تمام يزودها تدريجي لحد ما تبقى مرتين او ثلاث مرات في الدقيقة. على ما يبتدي يكون روح راح بقى خلاص الورد او يكون راح الانترميديت كير، يبتدي يزود الديوريشن والفريكونسي بتاعت المشي تمام، وممكن حتى ان هو يطلع سلالم او ينزل سلالم with assistance. Phase 2 cardiac rehabilitation، وده بقى الكور بتاع cardiac rehabilitation، يعني ده السنتر بتاع cardiac rehabilitation بتاعه تمام. يعني زي ممكن نعتبر phase 1 ده تسخين او تمهيد تمام، على ما العيان يبقى اخد the minimal education والminimum mobilization اللي هو محتاجها لحد ما يروح البيت، على ما يبقى attached للcardiac rehabilitation program اللي هو عادة بيبقى من اسبوعين تلات اسابيع بعد الايفنت، يكون العيان بقى stable خلاص. وده عادة بتبقى ثلاث شهور تمام، وبيجي في الاسبوع مرتين، فهي بتبقى من 24 ل 36 سيشن تقريبا. وزي ما قلنا اتس مالتي ديسيبلينري ابروتش، مش اتس نوت وان مان شو، فيها دايتيشن، فيها سايكاتريك، فيها فيزيوثيرابيست، فيها كارديولوجيست، فيها يعني كذا سبيشاليتي، واندفيدوالايز فور ايتش بيشنت، هو كل عيان بيتفصل له البروجرام تمام على حسب الريسك ستراتيفيكيشن بتاعه، على حسب الريسك فاكتورز اللي عنده تمام. العيان الهاي ريسك مش هيجري زي العيان لو ريسك، يعني عيان فور اكزامبل هارت فيلير اجكشن فراكشن 30 مش هن اكسرسايز هيم زي عيان اجكشن فراكشن 60 كان جاله انستابل انجينا وعمل بي سي اي فور اكزامبل. فاحنا بنفصل البروجرام ده على حسب كل عيان ريجاردنج الاكسرسايز، ريجاردنج الريسك فاكتور موديفيكيشن بتاعه تمام، هو على حسب الدايت. العيان الهارت فيلير هنديله دايت هيبقى مختلف شويه عن عيان اللي جاست جاله انفاكشن ونورمال اجكشن فراكشن. طبعا احنا في سوبرفايزد اكسرسايز وده الكور بتاعنا، في دايتري ايفالويشن، ريسك فاكتور ايفالويشن، سايكولوجيكال ايفالويشن، وايديوكيشن. والايديوكيشن ده مهم جدا، كلنا من دروب ات لازم اتليست نقعد مع العيان ربع ساعه لنص ساعه نتكلم معاه زي ما قلنا about the risk factors اللي عنده تمام، how to manage them، ايه التارجتس اللي المفروض نوصل لها، ايه الامبورتنس ان هو يمنع الدخان. وزي ما احنا عارفين في الامريكان واليوروبيان جايد لاينز في الفايف ايز بتاعت السموك سيشن، كل مره العيان فيها كلينيك وي هاف تو امبلمنت الفايف ايز، لازم نسال العيان بتدخن ولا، حتى لو عارفين ان هو بيدخن كل مره هنساله انت لسه بتدخن تمام. advice the patient about the hazards of smoke، انت عارف ان الدخان بيعمل كذا 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 كذا، وان انت لو بطلت الدخان هتحسن البروفايل بتاعك والفيوتشر ريسك اوف ايفنتس كذا 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 كذا. ونسال العيان الاساس العيان هو عنده ويلنجنس ان هو يبطل ولا، ممكن يكون هو عايز يبطل بس مش قادر، and how to assist العيان ده ان هو يبطل. لو احنا نقول له طبعا الجنرال الادفايس ان هو يبطل ازاي، اللي هي الحاجات البريذنج اكسرسايزز والادفايس ان هو هاو تو افويد سموكينج، ان هو يافويد الاماكن اللي كان بيدخن فيها والاصحاب اللي كان بيقعد معاهم يدخن، يعني في ابروتشز معينه جنرال ممكن ابروتش بيها العيان عشان نساعده ان هو يبطل. ولو مش قادر يبطل بالجنرال ادفايس والجنرال ابروتشز دي هيحتاج ان احنا نحوله لسموك سيسيشن بروجرام. اوكي ده سبيشالايز سموك سيسيشن بروجرام.
لازم نقول للعيان ايه التارجت بتاعت البلاد بريشر بتاعته، ايه التارجت بتاعت الدايبيتس، ان هو لازم يعمل هيموجلوبين 1 سي كل 3 شهور، ان هو ما يعتمدش ان هو بيشك نفسه ان ده تيك وخلاص، ما يعتمدش ان هو في ناس كتير احنا عارفينها يقول لك طب انا باخد الدواء بتاع السكر، اه انت بتاخد دواء بتاع السكر بس هو مش متظبط. فاحنا لازم ان احنا نتكلم على العيان ونفهمه ان احنا لازم نوصل لتارجتس معينه، وازاي نوصل للتارجتس دي وايه هي التارجتس دي. نيوديكيت العيان زي ما احنا قلنا على بعض الدايت، وكل مره يجي فيها العيان نأسس هو انت تاكل هيلثي دايت ولا لا، الهيلثي دايت كومبوننتس عباره عن كذا 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 فيري سمبل ووردز يعني، تمام يعني لازم نقول ان هو يعني الحاجات المحمره والمقليه لا، يعني الكلام بتاع الجايد لاينز المكتوب ان هو اقل من ساتوريتد فاتس اقل من 7% والكلام صعب تقوله للعيان، يعني ما هو مش هيفهم يعني ايه ان هو ياكل ساتوريتد فاتس اقل من 7%. ممكن الهايلي اديوكيشن هايلي اديوكيشن بيشنس ان هو يمسك بقى كل حاجه ويحسب ويشوف التيكت اللي على البروسيس فود والكلام ده، لكن العيان اللي احنا بنشوفه ان اور جنرال براكتس لما تقول له الكلام ده هو مش شايف، لازم نقول له فيري سمبل ووردز ان احنا نقول له مثلا ما ياكلش الحاجات المحمره، ياكل الحاجات المسلوقه مشويه اكتر، تمام، وما ينفعش نقول له ما تاكلش كذا 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 كذا، لا يعني ما تقفلش عليه، لازم كل حاجه نمنعه ان هو ياكلها نديله بدائل ليه، تمام، يعني مثلا نقول له بلاش تاكل طعميه عشان مقليه ممكن تاكل فول، اوكي، هنقول له بلاش تاكل الحاجات المحمره والمقليه ممكن تاكل حاجات مسلوقه ومشويه، اوكي، هنقول له بلاش تاكل جبنه رومي مليانه كوليسترول مليانه ملح، ممكن تاكل جبنه قريش مثلا دي اقل سولت واقل كوليسترول. فاحنا لازم ندي بدائل، لازم نقول لهم يزودوا الفيش انتيك وخصوصا الاويلي فيش زي التونه، مفيش مشكله ياكل تونه بعد ما يصفي الزيت بتاعها، يقلل الكربوهيدرات. طب هو احنا العين عاوز يشبع، يشبع زي نقول له ياكل سلطه خضراء زي ما هو عاوز، ياكل خضار سوتيه زي ما هو عاوز. فانا قصدي احنا لازم نابروتش العيان بطريقه فيري سمبليفايد بالنسبه له، نديله الانستراكشنز بتاعتنا فيري سمبليفايد، تمام، ما ينفعش نكلمه بالارقام والكالوريز قد ايه والحاجات اللي زي كده، لان ده له ان فيري سمبليفايد واي بالنسبه للجنرال بيشنتس، وفي نفس الوقت نديله بدائل، ما ينفعش ان انا امنعه من كل الاكل واقول له انت ما تاكلش كذا وكذا 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 وخلاص على كده، لا لازم نديله بدائل. الحاجه الثانيه الهارت فيلير بيشنتس، لازم ان احنا نستريس قوي على الديكريس سولت انتيك، في حاجات كتيره قوي في السولت فيها سولت هاي سولت كونتنت واحنا ما ناخدش بالنا منها والعيان بياخدها كتير، تمام، يعني احنا بنقول العيان ياكل ما ياكلش ملح كتير، اه اوكي مش هيحط ملح كتير في الاكل، لكن هو ممكن ياكل مخلل، ممكن ياكل جبنه رومي، ممكن ياكل زيتون، الحاجات دي مليانه ملح، اوكي، ممكن ياخد حاجات بروسيست تحط كاتشب ومصاردة كتير في الاكل مليانين ملح، اوكي، فاحنا لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، حتى الحاجه الساقعه فيها سولت انتيك فيها صوديوم، فلازم الحاجات دي ان احنا نوعي العيان ان هو ما ياخدهاش، خصوصا العيان الهارت فيلير او العيان اللي عنده ان كنترول هايبرتنشن. الحاجه الثانيه الفلويد انتيك، احنا طبعا لازم نديكريز الفلويد انتيك في العيانين الهارت فيلير كتير قوي، عيانين هارت فيلير وكلنا بنشوف الكلام ده، العيان الهارت فيلير بيبقى كومبنسيتد في المستشفى عندنا وبيخرج بيرجع لنا بعد اسبوعين تاني دي كومبنسيتد او بعد شهر تاني دي كومبنسيتد. فليه دي كومبنسيتد؟ عشان هو ما خدش الانستراكشنز بتاعت نمره واحد الدايت والسولت ريستريكشن والفلويد بالانس ازاي يعملوا. كل العيانين الهارت فيلير بتخرج من المستشفى اندر ميديكيتد. ازاي اندر ميديكيتد؟ العيان بيبقى كومبنسيتد اول ما يبقى كومبنسيتد على مينيمال دوز اوف بيتا بلوكرز، اللي كان اوريدي بياخد بيتا بلوكرز على مينيمال دوز اوف ايس انهبيتور او ارب، عشان العيانين دول اوريدي البلد بريشر بتاعهم بيبقى لو، فبيبتدي ان فيري سمول دوز بيخرج على مينيمال هارت فيلير ميديكيشن بيبقى اندر ميديكيتد، تمام، ويخرج مش educated about the diet بتاعه والسولت ريستريكشن، وبيرجع لنا تاني بعد اسبوعين لشهر بدي كومبنسيشن تاني. لكن العيان اللي بيبقى انرولد ان كارديك ريهابيتيشن احنا بنديله الدايت ادفايس قبل ما يخرج من المستشفى، لما بيبقى انرولد ان كارديك ريهابيتيشن بتاعنا بيتشاف مرتين في الاسبوع، فبن اب تايتريت الميديكيشن بتاعته فيري فريكونتلي، بنوصل للجايد لاين ريكومنديشن اسرع بكتير، تمام. العيان بتاع هارت فيلر لو مش انرولد في كارديك ريهابيتيشن يونت بعد ما يخرج من المستشفى مش هيرجع قبل شهر او اتنين، ده لو رجع اوريدي، تمام، او يرجع لنا بدي كومبنسيشن تاني بقى. ومع كل دي كومبنسيشن في الهارت فيلير، اكيد انتوا عارفين الكلام ده، وي انكريز ذا ريسك اوف مورتاليتي بتاع العيانين الهارت فيلير، يعني مع كل اتاك اوف دي كومبنسيشن او سبيشاليزيشن هو هيخرج بعديها كويس، اه بس يو انكريز ذا مورتاليتي، ذا سرفايفل بي ال، تمام. فالعيانين دول فيري كروشالي لازم ان احنا نديهم الادفايس بتاعت الدايت بتاعته. وطبعا سيكشوال كونسلنج زي ما قلنا احنا مش هنستنى العيان لما ان هو يجي يسالنا، لا احنا اللي لازم نسال العيان، وطبعا في كونفيدنشاليتي، العيان ده لازم يبقى يعني
يبقاش يعني ما يبقاش في جروب ديسك يا سيشن يعني، لان احنا بيبقى في جروب سيشنز العينين بتاعت ال كارديو كريبتيشن، مثلا جروب دايت ادفايس، جروب مثلا اكسرسايز كونسلنج. لكن سيكشوال كونسلنج بيتر يبقى ايه انفيز كل العيان عشان الحرك، وزي ما قلنا احنا مش هنسال مستنى لحد ما العيان ما يسال، لا احنا اللي هنتاكل العيان واحنا اللي هنساله. لو العيان طبعا ما عندوش اي كونترا انديكيشن تو ريزيوم سيكشوال ادفايس، وي كان ريشور العيان ان احنا نقول له ان احنا وي دونت هاف اني بروبلم ان احنا نريزيوم سيكشوال اكتيفيتي تاني، ونساله اذا كان عنده اي مشكله، اذا كان عنده اي سيكشوال ديسفانكشن. واذا كان جزء كتير من العينين دول طبعا بيبقى عندهم سام سورت اوف سايكولوجيكال اليمنت، ان هو الامبوتنس بيبقى في سايكولوجيكال اليمنت، ان هو خايف ان هو مع ان هو ريزيوم سيكشوال اكتيفيتي يبتدي يحصل له ايفنت تاني، او يجي له تشست بين، او يجي له ان ايفنت. فاحنا بنريشور العينين دول لو هما لو ريسك او ما فيش اي كونتر انديكيشن، نقول له اول وورنينج سيمبتومز اللي ممكن تحصل، ولو حصلت يعمل ايه. تمام. ولو عنده سيكشوال ديسفانكشن بننصحه ريجاردنج ايه السيكشوال انهانسمنت دراجز زي السيلدينافيل، وايه السايد افكتس، ايه الانتراكشنز ممكن تحصل مع اذر ميديكيشنز هو واخدها، نحاول ان احنا نفك الايه الانتراكشن ده. البيشنت از ايفالويتد فور بروجريس ان ذا اكسرسايز dietary and psychological categories and problems are identified and addressed. يعني كل مره العيان بيجي فيها تمام بيبقى reassess تاني ضغطه، heart rate، medications بتاعته عامله ايه، طب هو is he compliant على medications اللي احنا كاتبينها، في اي side effects حصلت من medications دي، طيب risk factors بتاعته عامله ايه، طب is he compliant للدايت اللي احنا كاتبينه له ولا لا، في اي مشاكل جديده طارئ، في اي symptoms dyspnea او shortness of breath او chest pain، طب الويت بتاع العين ده لو هارت فيلير بيزيد ولا مش بيزيد. يعني لازم ان احنا كل مره العين بيجي فيها مش هيجي يطلع المشاعه على طول، لا لازم يبقى ريكونسلت الثاني وان احنا نعمل له ريأسسمنت. وطبعا الفاميلي ممبرز ار انفايتد تو اتند الايديوكيشن سيشنز على العين، بالعكس ده عشان ننشر الوعي والبيشنت ايديوكيشن ان هو العيان ده عايش في ان فاميلي. لو مثلا العيان اللي جاله انفكشن مراته اللي بتطبخ لازم تبقى عندها وعي ايه الاكل الصحي، تمام، لازم تبقى عارفه ايه الورنينج سيمبتومز اللي ممكن العيان ما ياخدش باله، هي اللي تاخد بالها، العيان تدينها ابتدى رجله تورم. فلازم الفاميلي ممبرز يبقوا ادفايس ان هم يحتضروا الجروب ايديوكيشن سيشنز اللي عاملها العيانين دول. فيس 3 بقى ده اللي هو العيان اللي خلص الفورمال كارديك ريهابليتيشن بالاكسرسايز. اتفضل. في بدايه فيس 2 احنا بنعمل اكسرسايز بروسيجر لكل بوست اوماي. يس يس اتس بيتر اتس بيتر، لسه انا هتكلم في القصه دي، بس اتس بيتر تو دو ات فور اول بيشنتس. اوكي في عيانين ممكن نبتدي معاهم اكسرسايز ويزاوت اكسرسايز تيستنج واقول لكم امتى وازاي نعمل. اوكي لكن مبدئيا فيس 3 تمام بعد ما نكون خلصنا فورمال كارديك ريهابليتيشن وهو ده الهدف بتاعنا، العيان اللي يحب يكمل في الكارديك ريهابليتيشن بروجرام اب تو 12 مانث ممكن يكمل. اوكي فده بنسميه فيس 3 لو في بوسيبيليتي. طب فيس 4 بقى ده اللي هو ايه العيان اللي احنا بقى خلاص لو ريسك تمام ومش محتاج اي ميديكال سوبرفيجن، خلاص احنا اوريدي قاعد معانا من 3 شهور ل 12 شهر في الوحده عندنا تمام، وعاوز يروح يلعب في الجيم، عاوز يعني هو خلاص بقى طب انا ممكن العب اكسرسايز في الجيم، ممكن تلعب اكسرسايز في الجيم. اوكي ازاي لازم نقول له برده وورنينج سيمتوم، ايه التارجت هارت ريت رينج بتاعه اللي المفروض يكسرسايز عليه، معظم الجيمز بيبقى فيها سنسورز بيحس الهارت ريت وهو بيجري على تريدميل، هنقول له ايه التارجت هارت ريت اللي المفروض لا يتعدى لما يجي يجري، عشان احنا عارفين السيف ليفل بتاعه اللي هو جري عليه عندنا خلال الفتره اللي فاتت، ممكن نبريسكرايب الاكسرسايز ده بقى ان هو يمشي عليه بعد كده طالما ما عندوش ريزيديوال اسكيميا بسيط هارت فيلير، لو عنده هارت فيلير وجري عندنا تو سيف ليفل من غير اريثميا من غير هايبوتنشن، فده العين ده ممكن ان هو يبتدي بقى ايه يمنتين فيس 4 بقى ان هو مع نفسه في كوميونتي بيزد اكسرسايز يونت زي الجيم او كده. طيب ايه ريكومنديشن فور ذا انتنسي اند ديوريشن اوف اكسرسايز اللي احنا هنعمله بقى في فيس 2 تمام. في 3 ديفرنت موداليتيز اوف اكسرسايز تمام، في الانديورنس او الايروبيك اكسرسايز تريننج، وده اللي هو البيزك تريننج اللي احنا بنعمله في الكارديو ريهابليتيشن، وفي السترينس ريزيستنت تريننج اللي هو عباره عن مكن او شيل حديد او حاجات زي كده، وفي الانسبيراتوري ماسل تريننج. زي ما قلنا الانديورنس تريننج ده اللي هو البيزك والموست اكستنسيفلي ستاديد موداليتي اوف اكسرسايز، وده اللي بيجي منه كل البنفيت بتاع الاكسرسايز بالنسبه للكاردياك بيشنتس، فده لازم يكون هو البرايمري مود اوف اكسرسايز العيان بتاعنا، يا اما يجري على العجله يا اما يجري على التريدميل يا اما يرو،
او يا اما يعمل ارم ارجومتر اللي هو بايده لو عنده مشاكل في الجوينتس بتاعت رجله. تمام. والهدف بتاع الانديورنس او الايروبيك اكسرسايز تريننج ان هو يزود الهارت ريت ويزود الكارديك اوتبوت ويزود الفورس اوف كونتراكتيليتي، فبيحسن الدوره الدمويه كلها. تمام. فديس از ذا موست امبورتنت، وده زي ما قلنا ريكومند از بيز لاين اكسرسايز. في السترينث او ريزيستنت تريننج، وده اللي هو بيبقى عباره عن ان العيان يشيل يحمل اثقال او يشتغل على المكان في الجيم. اتس نوت ريكومندد از ذا انيشال اكسرسايز تريننج، ده نمره واحد. تمام. هو طبعا الاول كان بالنسبه لنا اتس كونترا انديكيشن، كان زمان اتس كونترا انديكيتد. ليه؟ ان هو احنا عارفين كل السترينث ريزيستنت تريننج بيبقى اكومبانيد معاه انكريز ان افتر لود، فانكريز ان افتر لود كان بي هاف ذا ليتيريس افكتس على كاردياك بيشنتس سواء وخصوصا الهارت فيلير بيشنتس. تمام. فكان الاول كونترا انديكيتد، لا وبعد كده لقوا ان ليه بينيفيشال افكتس ان ذا فورم ان هو ليه انتي انفلاماتوري افكتس، بيمبروف الانسولين ريزيستنس، واهم حاجه ان هو بيكاونتر اكت اللوس اوف ماسل ماس اللي بتحصل مع الكارديو كونديشنز خصوصا هارت فيلير، فبالتبعيه بيحسن الكواليتي اوف لايف. والحاجه الاخيره ان في عيانين لما بيرجعوا للنورمال لايف بتاعتهم هو محتاجين اكسترا ماسل سترينث، يعني عيان بيشتغل مانوال ليبر، عيان بيشتغل مثلا بيكسر حاجات بايده، او عيان نجار مسلح، او اي عيان مانوال ليبر محتاج ماسل سترينث، فمحتاج ان لو هو محتاج ان هو يمبروف هيز ماسل ماس ممكن نعمل سترينث ريزيستنت تريننج، بس ليها بروتوكولات معينه. تمام. مش اي عيان، مش اي عيان كاردياك، يعني عيان هاي ريسك مش المفروض unless لو هو فيري فيري كنترول واندر يعني ميتيكولس سوبرفيجن. الحاجه الثانيه لازم العيان اوريدي يبقى اون انديورنس تريننج فور ات ليست من اسبوعين لشهر. تمام. وليها بروتوكول معين في ان احنا هاو تو بريسكرايب الانتنسي بتاعت السترينث او ريزيستنت تريننج. لما بتبتدي نعمل سترينث ريزيستنت تريننج تبقى مرتين ثلاث مرات في الاسبوع، وشود بي ديترمايند على البيز اوف 1 ريبيتيشن ماكسيمم. ايه ال 1 ريبيتيشن ماكسيمم؟ اللي هي الويت اللي العيان ممكن يعمل بيه 1 ويل فورمد اكسرسايز ذا ماكسيمم ويت. بمعنى العيان لو هيعمل مثلا بايسبس اكسرسايز، المفروض بايسبس اكسرسايز كده صح، نشوف ذا ماكسيمم ويت اللي العيان ممكن يعمل بيه 1 ويل فورمد اكسرسايز. تمام. نفترض ياخد مثلا 5 كيلو ومسكها، لا دي سهله قوي، نديله مثلا 7 كيلو، لا دي اصعب شويه، لا 10 كيلو عملها بالعافيه بس عمل ويل فورم، يعني من غير ما يعمل كده عشان يجيب الويت، ولازم تبقى فول رينج اوف موشن، يعني من تحت لحد ما يقفل خالص. لو احنا عرفنا الويت بتاع الماكسيمم اللي هو 1 ريبيتيشن ماكسيمم، هنعمل بعد كده هياخد 30 ل 40% من الويت ده ويبتدي يعمل بي سيت اوف، يعني من 10 ل 15 اراوند 12 ريبيتيشن. اوكي. يبقى 30 ل 40% من ال 1 ريبيتيشن ماكسيمم. اوكي. وبعد كده كان بي ادجستد، العيان لقى ال 30 40% دي سهله قوي، ممكن احنا نزودها شويه. اوكي. بنزودها بقى انكريمنتس اوف، يعني ايه ال 10 ل 15% كل مره. لكن في كرايتيريا فور انيشيشن اوف ريزيستنت تريننج زي ما قلنا، ان هو في العيان البوست ام اي والكابج ات ليست 5 ويكس افتر الايفنت including 4 weeks of supervised endurance training. لازم يبقى العيان اوريدي قعد 4 weeks يعني شهر كامل في exercise endurance training قبل ما نحطه في resistance training. والpost PCI at least 2 weeks of supervised endurance training. هو عادة بيبتدوا endurance training ده بعد مثلا اسبوع من ال PCI، 3 اسابيع من الايفنت including اسبوعين منهم في endurance training، ما ينفعش يخش على resistance training على طول. اوكي. يا اما يبقى ايه هياخد يعني side effects و deleterious effects اكتر من البنفيت بتاعه. طبعا في كونتر انديكيشن للعيان، ما ينفعش ان هو يعمل سستين ماكسيمال ايزومتريك اكسرسايز، ما ينفعش ويفضل قافل كده فتره طويله، ان ده ايزومتريك كونتراكشن ده هيزود الافتر لود. ما ينفعش ان هو يعمل فالزالفا، هيزود الافتر لود وممكن يحصل له هايبوتنشن ويقع. هارت فيلير ار ادفايس طبعا ان هو يترين سمولر ماسل وذ ليس او سمولر ويت. تمام. وطبعا يبقى قاعد فتره اطول في الانديورنس تريننج اتليست 1 مانث. انسيماتري ماسل تريننج هو مش موجود عندنا، بس هو يعني لو ان هو في استادز معينه زي اللي عارفين الجهاز اللي بيستخدموه بوست كابج، هو قريب منه. تمام. وبيحسن انسيماتري ماسل بيرفورمانس اوكسجين كونسمشن والفانكشن ستيتس بتاعت العيان في استادز، لكن برضه ده كومبلمنتري للانديورنس تريننج. فاحنا البيز لاين تريننج بتاعنا هو الانديورنس تريننج، العيان يجري على تريدميل او هيجري على العجله او يعمل ارجومتر، فده اتس ذا موست امبورتنت. والحاجة التانية ان احنا بنمونيتور الانديورنس تريننج ده بالهارت ريت. طيب
ازاي ان احنا نتيلر الاكسرسايز بروجرام في الانديورنس تريننج. احنا قلنا احنا عايزين نوصل العيان لتارجت هارت ريت معين. ازاي نوصل العيان لتارجت هارت ريت ده؟ لازم نعمل اكسرسايز تيستنج للعيان. معظم العيان 90% من العيانين دلوقتي احنا اول ما ابتدينا البروجرام بتاعنا هنا في عين شمس الحقيقه كنا بنبتدي الاول without exercise testing. كنا بنبتدي على طول بحاجه اسمها low exercise training. تمام, low intensity exercise training. لما ابتدينا نجين كونفيدنس مع في الديلينج بتاع العيان وبقينا عندنا جهاز فور اكسرسايز تيستنج بتاعنا عشان لوجيستكس العيان, عشان اكسرسايز تيستنج لازم ياخد يعمل اكسرسايز تيست لازم ياخد معاد ويجيب موافقه, ويعني كان بنحس ان هي بيأخر العيان كتير. لما بقى عندنا جهاز اكسرسايز تيستنج بتاعنا في الوحده بقى كل العيان الايجيبل فور ان هم يعملوا لهم اكسرسايز تيستنج نعمل لهم قبل ما نجريهم على طول. يعني بيجي لنا بياخد معاد الاسبوع اللي بعديه على طول بنجريه ومنه بنحسب التريننج رينج بتاعنا. احنا ممكن نحسب التريننج رينج هارت ريت بتاعنا عن طريق حاجتين, يا اما بالستاندرد اكسرسايز تيست تمام, او بكارديو بالمونري اكسرسايز تيست. طبعا البيست كارديو بالمونري اكسرسايز تيست ان هو عباره عن الفورما اكسرسايز تيست اللي بنعمله ومعاه كمان جهاز اكسشينج مونيتورنج يعرف لنا العيان ده اكسجين كونسبشن بتاعه قد ايه, كاربون دايوكسيد ايميشن قد ايه. بنقدر يعني كل الميتابوليك بيرفورمانس على العيان دورينج اكسرسايز بيبقى موجود عندنا تمام. فايتس ذا بيست اند اتس ذا موست اكوريت. لكن ويتاخد كمان فيها الفانكشنال كاباسيتي بتاعت العيان, لكن هو حقيقه اتس فيري اكسبنسيف ماشين تمام. الحاجه الثانيه ان هو مش موجود في كل مكان, ف يعني وفي معظم الاماكن بره حتى موجود از ريسيرش تول. يعني معظم كارديو كابتيشن يونس الموجوده حتى بره في الويست موجوده از ريسيرش تول, فما بنعتمدش عليه قوي اولدو اتس ذا موست اكوريت. بنعتمد على الستاندرد اكسرسايز تيست, والحقيقه هو بيدينا البيزك داتا اللي احنا محتاجينها تو سيفلي بريسكرايب اكسرسايز لاينين كاري تمام. طيب احنا لما بنجري العيان ممكن على تريدميل او على بايسكل تمام, على حسب هو هيجري بعد كده على ايه. لو هو هنعمل اكسرسايز على بايسكل يبقى هنجري على بايسكل, لو هو هيعمل التريننج بتاعه على تريدميل يبقى هنجري على تريدميل. لازم العيان يبقى اون فول ميديكال تريتمنت. احنا عاده لما بنيجي نعمل اكسرسايز تيستينج تو تيست الاسكيميا بنوقف البيتا بلوكرز ونوقف النايتريتس عشان ات دازنت انترفير وذا تيست صح. ده في عينين احنا عارفين ان هو مش اسكيميك يعني لسه شاكين لسه هنستسلم فور اسكيميا, لكن عيان عارفين ان هو اسكيميك او انفاركشن او عين هارت فيلير او وات ايفر تمام. لا احنا وي تيست هيم على ميديكيشن. احنا لما هنيجي اكسرسايز العيان ده هن اكسرسايز هيم وايل هي از اون هيز ميديكيشنز, فلازم احسب له التارجت هارت ريت اللي هيوصل له وايل از هي از اون هيز ميديكيشن. طبعا في سيفر بروتوكولز, البروس ده اللي احنا بنستخدمه عاده كروتين في العيانين الاسكيميك او العيانين اللي هو ديورينج ذا فورمال اكسرسايز تيست, لكن في العيانين بتوعنا عاده بنستخدم بروتوكولات احن من البروس بروتوكول شويه زي الموديفايد بروس او النوتون. عاده احنا عاوزين العيانين دول, احنا عارفين العيان ده جاله انفكشن او العيان ده هارت فيلير تمام, العيان ده على ميديكيشنز فبياخد بيتا بلوكر فعنده بلانتد هارت ريت ريسبونس, فما ينفعش ياخده على بروتوكول سريع ان احنا على طول كل 3 دقائق جريد يعلى والسبيد تعلى. لا, الموديفايد بروس بروتوكول هنا فيه ميزه ان هو بيبتدي على سلوور سبيد لوور سبيد ومفيش جريد خالص, يعني يبتدي الجريد زيرو تمام. ففي تو ستيجز تسخين قبل البروس العادي, فده بيبقى احسن وان مور سوتبل للعينين بتوعنا. اوكي, العين اللي جاله انفكشن, العين اللي عنده هارت فيلير, او ايفن العين اللي عنده ريزيديوال اسكيميا, بحيث ان احنا بيبقى فيه تو ستيج اوف 6 مينتس, كل ستيج 3 دقايق اوف وورم اب تسخين تمام على لوور سبيد اند وذاوت جريد خالص من غير ما الجهاز ما يعلى تمام, بحيث ان احنا يبتدي ندخله في المود اوف اكسرسايز ويحصل لو عنده اسكيميا يبتدي يحصل له كونديشننج تمام, فايه ما يجيلهوش السيمتومز بدري. في الاكسرسايز تيستنج في داتا مهمه قوي لازم نطلعها, ايه الماكسيمم هارت ريت اللي وصل له العيان تمام, والماكسيمم هارت ريت ده اللي هو وصل عنده سيمتومز تمام, وايه الاسكيميك ثراشولد اللي عنده جاله تشيست بين واي سي جي تشينج حصلت عند هارت ريت قد ايه تمام, مهم قوي. والبلد بريشر ريسبونس بتاع العيان, العيان ده طبعا عند كل ستيج لازم يتقاس البلد بريشر بتاع العيان, ان لو حصل بلانت البلد بريشر ريسبونس ما بقاش يعلى او بيوطى تمام, دي معناها ذس از انا يعني ايه اومنيوس او نيجاتيف ساين, يعني ما نحبش ان احنا نجري العيان ونوطي البلد بريشر بتاعه تمام. لازم ان احنا نجري العيان نتاكد ان العيان البلد بريشر بتاع العيان بيعلى مع كل ستيج, لو مش بيعلى لا وي هاف ا بروبلم هنا تمام. وده ممكن يحصل زي العيانين اللي عندهم اكستنسيف coronary artery disease, left main disease, severe LV dysfunction او severe aortic stenosis. Okay.
في ميثودز بقى ان احنا نطلع الهارت ريت بتاع العيان اللي هنجري عليه. تمام، الميثودز دي هم 4 ميثودز. تمام، اول ميثود اللي هي بيك هارت ريت ميثود، احنا العيان وصل مثلا ل 130 بيت بير مينيت دورينج اكسرسايز. طب انا لما اجي اجري اجري على قد ايه؟ هجري على برسنتج من الماكسيمم هارت ريت. اوكي، على حسب، انا اجري على لو انتنسي يبقى اجري على ليس ذان 60% من الماكسيمم هارت ريت اللي وصل. طب لو عايز اجري على مودريت انتنسي يبقى اجري على 60-75% وده الماجوريتي اوف ذا بيشنتس. تمام، بنجري على مودريت انتنسي اكسرسايز. طب العيان اللي هو لو ريسك وكويس فانكشن كان ساعته كويسه وعاوز يرجع يلعب ايه سكواش، والعيان كان ايه فيري اكتيف قبل ما يجيله انفكشن، ممكن بعد مرحله من مراحل الريهابليتيشن ان هو جري على مودريت انتنسي لان ان هو ما فيش اي سيمتومز، ما فيش هايبوتنشن، ما فيش اي الكتريكال انستابيليتي، ممكن يجري على هاي انتنسي اللي هي مور ذان 75%. تمام، من الماكسيمم هارت ريت اللي وصل له. اوكي، فهي دي اتس ذا سمبلست ميثود، بس هي الحقيقه مش اكوريت قوي. تمام، فهي بنحسب الماكسيمم هارت ريت بتاع العيان من الاكسرسايز اللي وصل له، وبعد كده ان احنا ناخد برسنتج منه، يا اما اقل من 60% لو لو ريسك، 60-75% لو مودريت، لو مودريت انتنسي قصدي، واكتر من 75% لو عايزين نجري على هاي انتنسي. زي ما قلنا الكالكوليت ذا فيكس برسنتج اوف ذا ميجرد ماكسيمم هارت ريت، زي لو عيان مثلا الهارت ريت بتاعه كان 133 بيتس بير مينيت هناخد 60-75% اوف ذا هارت ريت ماكس، فده هيبقى تقريبا من 80 ل 100 بيت بير مينيت. يبقى احنا هنكتب للعيان التريننج رينج هارت ريت رينج بتاع العيان ده دوينج سايز از 80-100 بيت بير مينيت، ويتكتب في التذكره بتاعت العيان لما يجي يجري بعد كده النيرس والنايب اللي في الاوضه عارف ان العيان ده الرينج بتاعه فروم 80-100. اوكي، ما يبقاش اقل من 80 عشان اقل من 80 هو مش هياخد بنفيت اوف ذا اكسرسايز، ما يبقاش اكتر من 100 ان اكتر من 100 هناخد مور هارم افكت عن بنفيت. اوكي، ات ليست في الانيشال فيز. الطريقه الثانيه اتس مور اكوريت اللي هي هارت ريت ريزيرف ميثود. تمام، هارت ريت ريزيرف ميثود احنا هنا هناخد ان اكونت الريستنج هارت ريت بتاع العيان. اوكي، هارت ريت ريزيرف اللي هو الماكسيمم هارت ريت اللي وصله العيان. تمام، ماينس الريستنج هارت ريت للعيان قبل ما يبتدي بيه الاكسرسايز. تمام، يبقى ده ماينس ده هيدينا هارت ريت ريزيرف، ده الريزيرف اللي عند العيان. هو مش موجود، هو يعني هو العيان ده مش بيستخدمه وقت ريست، لكن موجود يستخدمه، موجود افيلبل لو عمل اكسرسايز. اوكي، وهناخد برسنتج من الهارت ريت ريزيرف ده. تمام، ازاي؟ ان احنا لو عندنا فور اكزامبل ريستنج هارت ريت بتاع العيان كان 73 والهارت ريت ماكسيمم اللي وصلنا له 133، يبقى احنا عندنا الهارت ريت ريزيرف بتاع العيان از 60 بيت بير مينت. اوكي، هناخد بقى 40-60% لو عايزين نجريه على مودريت، هنا بقى البرسنتج اختلفت. تمام، لو عايزين نجري على لو انتنسي اكسرسايز تريننج يبقى هنجري على اقل من 40% اوف ذا هارت ريت ريزيرف، لو عايزين نجري على مودريت هيبقى من 40-60. تمام، التاني كان 60-75. اوكي، لو عايزين نجري على هاي انتنسي يبقى اكتر من 60%، من 60-80% اوف ذا هارت ريت ريزيرف. تمام، طب حسبنا 40-60% اوف ذا هارت ريت ريزيرف ادانا 24، يعني هارت ريت ريزيرف 60، حسبنا 40% من 60 ادينا 24، 60% من 60 ادينا 36، هنحط ده على الريستنج هارت ريت بتاع العيان هيدينا تريننج رينج الريستنج هارت ريت اللي كان 73. اوكي، عرفنا ازاي بنحسب الهارت ريت ريزيرف. في طريقتين تانيين اللي هما البيك في او 2 اللي هو ماكسيمم اوكسجين كونسامشن اند اوكسجين كونسامشن ريزيرف ميثود، دول اللي احنا بنستخدمهم في حاله لو عندنا كارديو بالمونري تيستنج، وده مش موجود عندنا، وبيتحسبوا بنفس طريقه الهارت ريت والهارت ريت ريزيرف ميثود. يعني لو احنا نحسب البيك اوكسجين كونسامبشن نشوف البيك اوكسجين كونسامبشن اللي العيان وصل له اوكي ديورينج اكسرسايز، ونشوف البيك اوكسجين كونسامبشن ده هناخد منه 40-60% هو ده ايكوفلنت هارت ريت ريزيرف، عشان كده قلنا هارت ريت ريزيرف از مور اكيوريت ان هو از فيري ايكوفلنت للاوكسجين كونسامبشن اللي بيتحسب ديورينج كارديو بالمونري تيستنج. تمام، وهناخد 40-60% منه وهنشوف الايكوفلنت هارت ريت بتاعه كان كام. احنا عندنا تشارتس لما بيعمل كارديو بالمونري تيستنج هنقول والله عند اوكسجين كونسامبشن كذا كان هارت ريت بتاعه كذا، عند اوكسجين كونسامبشن كذا كان هارت ريت بتاعه كذا، فبيتحسب بيترسم تشارتس ونحسب عند 40-60% من الماكسيمم اوكسجين كونسامبشن الهارت ايكوفلنت هارت ريت بتاعه كان كام، وهنقول هارت ريت رينج بتاعه تريننج رينج بتاعه هيبقى كذا. اوكي، الاوكسجين كونسامبشن ريزيرف هي نفس الفكره بتاعت الهارت ريت ريزيرف، هنشوف البيز الاوكسجين كونسامبشن بتاعه ماكسيم اوكسجين كونسامبشن، نطرح ده من ده يدينا الاوكسجين كونسامبشن ريزيرف بتاعه ونحسب منه برسنتج بقى. اوكي، فالطريقتين دول ار مور اكوريت لكن مش بنستخدمهم زي ما قلنا عشان الماشين از فيري اكسبنسيف، مش افيلبل ومش براكتيكال قوي ان احنا نستخدمه.
اوكي. فبنستخدم الطريقتين الاولانيين اللي هم البيك هارت ريت او الهارت ريت ريزيرف ميثود. طيب احنا قلنا خلاص هاو تو كالكوليت الهارت ريت. احنا قلنا طبعا ان في الهارت ريت ريزيرف او برسنتج اوف هارت ريت ماكسيمم، لكن اهم حاجه لازم يبقى 10 بيتس بلو الاسكيميك ثريشولد. يعني نفترض العيان جاله تشيست بين على 110 بيتس بير مينيت، تمام، لكن هو قدر يكسرسايز لحد 130، فالماكسيم هارت ريت بتاعه كان 130، ده اللي في التست. لكن الاسكيميك ثريشولد حصل امتى؟ عند 110 بيت بير مينيت. فاحنا لازم نبقى at least 10 beats تحت الاسكيميك ثريشولد بتاعه. فيبقى احنا ماكسيمم هارت ريت اللي انا جاري العين اللي عندها هيبقى 100 بيت بير مينيت. اند ذس از فيري امبورتنت، احنا مش عاوزين نبروفوك اسكيميا ديورينج اكسرسايز. اوكي، زي ما قلنا الـ حسب احنا عاوزين نجري العيان على لو انتنسيتي ولا مودريت انتنسيتي ولا هاي انتنسيتي. معظم العيانين الهارت فيلير بيبتدي بلو انتنسيتي الاول، فده معناه ان احنا هنجري على 50-60% of heart rate max او اقل من 40% of the heart rate reserve. اوكي، طب لو احنا عايزين العين عين عمل uncomplicated myocardial infarction او post PCI and stable ejection fraction is normal، فهيبتدي معاه على طول على moderate intensity exercise، وده يبقى 60-70% of the heart rate maximum او 40-60% of the heart rate reserve. تمام، العيان اللو او moderate risk وجري معانا اسبوعين لشهر وده moderate intensity ويحب ان هو upgrade to high intensity ومفيش اي contraindication، we can upgrade to an high intensity exercise اللي هو 75-85% of heart rate max او 60-80% of the heart rate reserve method. اوكي، زي ما قلنا ان احنا كان عندنا طريقتين، البيك هارت ريت او البرسنتج اوف هارت ريت ماكس والهارت ريت ريزيرف. وهنا اخدت اكزامبل لنفس العيان وقلت عشان اوريكم الديفرنس في الاكزامبل الفوقاني اللي هو هارت ريت ماكس او البيك هارت ريت ميثود. تمام، لو الماكس هارت ريت بتاع العيان اللي احنا هنعمل له اكسرسايز تريننج كان 133 بيت بير مينيت، ف 60-75% اوف ذا هارت ريت ماكس هيدينا هيدينا 80-100 بيت بير مينيت. يبقى ده تريننج رينج بتاع العيان ده. اوكي، نفس العيان ده لو احنا حسبنا له هارت ريت ريزيرف، تمام، نفترض ان هو الريستنج هارت ريت بتاعه كان 73 والهارت ريت ماكسيم بتاعه كان 133 اللي احنا وصلنا له. احنا في الاكزامبل الاولاني ما خدناش اي البيزل هارت ريت بتاعه ان كونسيدريشن. في الهارت ريت ريزيرف البيزل هارت ريت بتاعه بيتاخد ان ذا ايكويشن بيتاخد ان كونسيدريشن اتس مور اكوريت. فلو حسبنا 40-60% من هارت ريت ريزيرف هيدينا تريننج رينج اوف 97-190 بيت بير مينت، كان اعلى معنى خدنا 40-60% مش اخدنا 60-75%. فانتوا شفتوا الديفرنس بين التو ميثودز، فلازم نبقى عارفين قوي ان احنا في هارت ريت ماكس هنستخدم 60-75% والهارت ريت ريزيرف هناخد 40-60%. اوكي، ما ينفعش انت تلخبط وتقول انا هاخد 60-75% من الهارت ريت ريزيرف، هتعلي له قوي التارجت رينج بتاعه، ممكن يبقى ايه ده مش سيف ليفل اوف اكسرسايز بالنسبه لي. اوكي، طبعا ديورنج اكسرسايز احنا بنمونيتور الاكسرسايز ده بالهارت ريت اللي عم بتوصل على مونيتور، تمام، بالحاجه اسمها ريتنج اوف بيرسيفد اكزيرشن. تمام، يعني احنا ممكن نقول العيان اللي فات ده احنا نجريه لحد 110 بيت بير مينيت، تمام، لكن جه على 110 بيت بير مينيت ابتدى ينهج وابتدى يتعب ويقول لك انا مش قادر، هنقول له لا ده هو ده اللي احنا محددينه لك تجري عليه. لا، ما فيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها ريتنج اوف بيرسيفد اكزيرشن اللي هو بورج سكيل. العيان احنا على سكيل معين حاجه اسمها ريتنج اوف بيرسيفد اكزيرشن، هو العيان بيشرح هو بيبرسيف الاكزيرشن ده على السكيل ده من كام لكام. فور اكزامبل هو ده ريتنج اوف بيرسيفد اكزيرشن اللي احنا شايفين اللي هي تاني خانه، تمام، على 6 على ريت 6 او بورج سكيل 6 يقول لك نو اكزيرشن على طول، انا حاسس ان انا ما بعملش حاجه خالص، انا كده كاني واقف. تمام، على 7 يقول لك اتس فيري فيري لايت، من اللي ده سهل خالص لو هو ماشي بخطوه بطيئه خالص زي ما نكون ما بنسخن في الاول، ويبتدي يزيد لحد ات 11 اللي هو ايكويفالنت للو اكسرسايز انتنسيتي لو فيرلي لايت اللي هو العين يقول لك هو نسبيا معقول يعني. تمام، وممكن حاجه اسمها التوك تيست اللي هو ممكن حتى يغني ان هو على السير او على التريدميل ممكن حتى ان هو يغني بالنسبه له سهل. تمام، المودريت اللي هو عند 13 يقول لك سموت هارد، هو يقول لك ابتدى يبقى صعب شويه لكن العين يقدر يتكلم. تمام، وده الايكويفالنت ل 60 ل 75% من الماكسيمم هارت ريت. فاحنا التريننج رينج بتاعنا على بورج سكيل من 11 ل 13. اوكي، اللي هو من فيرلي لايت تو سموت هارد،
اللي هو بالبلدي كده العيان ممكن يتكلم كومفورتبلي وهو على السير. اوكي لو ابتدى يجاسب تمام يعني ابتدى ينهك ويقطع سنتنسز بان هو عاوز ياخد نفس ولا احنا دخلنا في الهاي انتنس احنا مش عاوزين ده دلوقتي. اوكي فا اتس فيري امبورتنت ان احنا حاجه اسمها توك تيست ان احنا العيان وهو على السير مبدئيا احنا بنسال العيان ايه اخبار الاكسرسايز معقول طب انت كويس عامل ايه مظبط اكلك ممكن نتكلم معاه حتى في مواضيع تانية بحيث نشوف الريسبونس بتاع الكلام ابتدى يقطع الكلام ان هو يجاز بياخد نفسه لا نقلل الهارت ريت شويه اوكي ابتدى لا حاسس ان الموضوع سهل قوي عليه ممكن ازود شويه حتى عن التريننج رينج اللي احنا حاطينه للعيان اوكي فاحنا الهارت ريت اللي احنا بنحطه الاول بالاكسرسايز تيست ده بريمينري ده في الاول نحط الرينج للعيان وبعد كده نفاين تيون الرينج ده نزود شويه نقل شويه على حسب الريتنج وبرسيفد اكزيرشن وعلى حسب التوك تيست اوكي الحاجه الاخيره لازم طبعا يبقى في بلاد بريشر واي سي جي مونيتورنج للعيان فور سيفتي العيان جاله اريثميز العيان جاله اكسرستوز العيان بلاد بريشر ابتدى يوطى لا لازم نوقف نقل الانتنسي او نوقف اوكي فذيس از فيري امبورتنت فور ذا سيفتي بالنسبة للإكسرسايز كونتات نفسه السيشن السيشن لازم تتقسم لثلاثة فارس وورم اب والمين إكسرسايز والكول داون تمام ما ينفعش ان انا التريننج رينج على انز 100-110 اول ما يطلع التريد ميل ازود السبيد بسرعة قوي لحد ما يوصله 100-110 ما ينفعش اوكي this is not correct لازم يبقى فيه warm up stage ودي فيها gradual increase in the heart rate على مدار من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما نوصله من ال baseline للتارجت بتاعنا خلال ال 10 دقايق دول ما ينفعش ان انا اوصل للتارجت خلال دقيقتين ثلاثة لا خلال 10 دقايق ليه بدي فرصة ان يحصل increase in the cardiac output vasodilation لل arteries اللي رايحة للمسلز يحصل conditioning العيان يبقى psychologically prepared ان هو يعمل exercise يبتدي joints بتاعته تفك بدل ما يحصل له injuries ف it's very important for the safety للعيان ان يبتدي يحصل gradual increase warm up اوكي الحاجة التانية اللي هو المين exercise target بتاعنا وده بيبقى من 15-40 دقيقة تمام على ال heart rate اللي احنا محددينه وده maintain بقى من 10-110 beat per minute لو هو ده ال training range بتاع العيان ده اوكي طبعا و during the phase دي بالmonitor بالبورج سكيل بالتوك تيست بتشوف الاي سي جي والبلاد بريشر بتاع العيان كل ايه فتره وبعد كده كول داون اللي بيشتغلوا اكسرسايز تيست لازم يبقى عارف ان في كول داون تمام ما من العيان ما ينفعش نوقف التريد ميل مره واحده احنا خلصنا 45 دقيقه اهو وقف ستوب احنا خلصنا حلو قوي كويس قوي انت زي الفل العيان ده هيقع منك ات وان بوينت ممكن يجي له سينكوب اوكي اي اكسرسايز تريننج او اي اكسرسايز تيستنج بيشتغلوا اكسرسايز تيستنج مش حتى في كارديك ريديشن بيعمل اكسرسايز تيست للعيانين عادي لازم يبقى عارف ان احنا عندنا اتليست في الاكسرسايز تيست بنخليه 3 دقائق ولا حاجه لكن ديورينج كارديك ريديشن اتليست من 5 ل 10 دقائق اوف كول داون تمام هو ايه احد الثيوريز بتاعت السنكوب انتوا كلكم خلصتوا ماستر اكيد ذكرتوا السنكوب السنكوب بيحصل ايه؟ احد الاسباب فيجل ستيميوليشن طبعا تمام هو ايه اللي بيحصل للعيان وهو بيجري مش في كارديك اوتبوت انكريزد في فينس ريتيرن انكريزد عشان المسل كونتراكشن بتاعت رجليه تمام لو هو بطل اكسرسايز سادنلي ايه اللي هيحصل الهارت ريت والفورس اوف كونتراكشن ثابته ولا بتقل بتاخد دقايق على ما بتقل فبيفضل الهارت ريت السيمباثيتك والادرينالين اللي في الدم بيخلي الكاردياك فورس اوف كونتراكشن والهارت ريت are very high for cardiac output is very high حتى بعد ما يوقف الاكسرسايز for couple of minutes تمام لكن الفينس ريتيرن ايه اللي هيحصل له اول ما يوقف هيدروب forceful contraction of empty ventricles ايه اللي هيحصل سيميت بار ريسبتورز فيجل ستيميليشن مره واحده يجي له سنكوب اوكي فممنوع ان اي عيان بيكسرسايز ان احنا نوقف الاكسرسايز مره واحده we have to cool down تمام هيمنع الاريثميز هيمنع السنكوب وفي نفس الوقت نرجعه للسيف بيز الهارت ريت بتاعه فيري جراديوال الفريكونسي بتاعت الاكسرسايز افندم حتى لو الاكسرسايز يعني ديوريشن قليل حاجه تغير لا ما لو اكسرسايز برضه لوجيك لو عنده اكسرسايز خمس دقائق هنكول داون لمده دقيقه ولا حاجه يعني خلاص ما هو العيان ده اوريدي على هتلاقي هو الهارت ريت بتاعه معليش قوي تمام هتلاقي العيان ده اوريدي الهارت ريت بتاعه معليش قوي احنا بنتكلم على العيان اللي بقى خلاص استابليش في البروجرام وبيجري 45 دقيقه وصل لهارت ريت عالي يعني 60 75% اوف ذا بيز هارت ريت
اوكي. لكن في الانيشال فيزز طبعا الكول داون از بروبورشنت للديوريشن اوف اكسرسايز اللي بيعملها. الفريكوينسي اوف اكسرسايز سيشنز اند ديوريشن اوف ذا بروجرام زي ما قلنا مينيمم مرتين في الاسبوع اب تو 3 تايمز بير ويك. تمام طبعا بيتر 3 تايمز بير ويك وطبعا بريفيرلي نوت اون كونسيكتيف دايز. يعني الايام مش هيجري كل يعني لو الثلاث ايام يبقوش ثلاث ايام ورا بعض، لا فرقهم على مدار الاسبوع يبقى في ريست دايز بين الايام اللي هيجي يجري فيها. تمام ولازم يبقى ويد اي سي جي مونيتور. تمام ولازم السوبرفايز اكسرسايز بتاعنا اللي في الوحده يبقى كابلد معاه هوم اكتيفيتي او اكسرسايز بروجرام. اقول للعيان انت لازم تمشي بقى في اليوم، والعيان مثلا بيجري معايا مثلا فور اكزامبل نص ساعه، اقول له يبقى انت لازم تمشي في اليوم اتليست نص ساعه. تمام في الايام اللي مش تيجي فيها البروجرام، ويبقى النص ساعه دي مثلا ابريسك ووكينج او مثلا لايت انتنسيتي ووكينج مثلا على حسب الريسك بتاع العيان وعلى حسب الهارت ريت اللي بنجري عليه عندنا. اوكي فلازم يبقى كابلد مع الاكسرسايز تريننج اللي عندنا في الوحده، ان هو اكسرسايز بريسكريبشن يعملوا ايه في الالترنت دايز اللي هيبقى ايه مش هيجي عندنا في البروجرام. طب البروجريشن بتاع الاكسرسايز، هو العيان اول ما هيجي هنجريه على هارت ريت لو انتنسيتي فور اكزامبل، لو العيان ده هاي ريسك او مودريت ريسك او هارت فيلير تمام، فهنجريه على اقل من 40% من هارت ريت ريزيرف. اوكي ويبتدي نعمل، لازم طبعا القصه تبقى فيري جرادوال، هن افويد لارج انكريزز في الانتنسيتي او الفريكوينسي او الديوريشن، ولما اجي ازود مش هزود الثلاثه مره واحده. تمام يعني مش هزود مثلا السبيد وازود الديوريشن بتاعه الاكسرسايز. اوكي لا لازم ازود وان بارامتر ات ا تايم. اوكي فهنزود الاول مثلا الديوريشن، فديورينج ذا انيشال فيز هنكريز الديوريشن 10 دقائق كل اسبوع او اثنين. العيان مثلا اول ما كان بيجري معانا بيجري 10 دقائق او ربع ساعه اوكي وابتدى يتعب، لا خلاص كده حلو قوي عليك الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعديها نخليها ربع ساعه او ثلث ساعه وهكذا. لما يبتدي ان احنا بقى خلاص ابتدى يجري من 20 ل 30 دقيقه تمام بير سيشن وكمفورتبلي ومن غير اي مشاكل، ممكن تيجي نزود الانتنسيتي كمان بتاع اللي هي انتنسيتي يعني معناها السبيد بتاعت التريدميل. اوكي وطبعا احنا جايدد بالبورج سكيل والتوك تيست زي ما قلنا. طبعا اكسرسايز تريننج في هارت فيلير لازم يبقى فيها حبه ايه موديفيكيشن، لازم يبقى في لونجر ورم اب بيريود، العيانين دول ار دي كونديشن تمام وعندهم بامب فيلير، هو مع الورم اب بيبتدي زي ما قلنا فورس اوف كونتراكشن بتزيد وال بيفازيتيشن للسكيلتال ماسلز والكارديك اوتبوت بيزيد، ده مش هيبقى انهانسد قوي في الهارت فيلير بيشن هيبقى بلانت، فلازم يبقى احنا الورم اب از لونجر عشان ندخل عيان في ايه في المود براحته ما يبقاش ايه زي الكرباج عليه. الاكسرسايز تريننج شود بيجن ات 40 to 60% اوف ذا هارت ريت ماكسيمم اللي هو لو انتنسيتي تمام او اقل من 40% اوف ذا هارت ريت ريزيرف، ولازم يبقى الانترفال از جرادولي انكريزد. وفي الاول يعني الحقيقه اللي بيبقوا في الهارت فيلير وفانكشن كاباسيتي بتاعهم از فيري فول بور، بنجريهم مثلا خمس دقائق ونديهم ريست ثلاث اربع دقائق ونجريهم خمس دقائق تانيين. اوكي يعني ممكن يبقى في انترفالز اوف ريست في الاول وبعد كده بدل ما المره بعديها باسبوع يبقى 10 دقائق على بعضهم مره واحده. تمام فهي الفكره في الهارت فيلير لازم ناخده فيري 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 جراديوال، نبتدي على لو انتنسيتي ولازم السوبرفيجن يبقى فيري ميتيكلس. تمام طيب لما العيان بيخلص الكارديو كابتيشن بروجرام كده خلاص، لا لازم بقى ان احنا نادفايز ان هو يمينتين كمان، القصه دي محتاجه مينتنس ان اتس لايف ستايل موديفيكيشن بقى خلاص هي بقى بارت اوف ذا لايف ستايل بتاع العيان، فلازم ننصح ان هو 30 تو 60 مينتس اوف مودريت انتنسيتي ايروبيك اكتيفيتي بير داي. تمام المودريت انتنسيتي معناها بريسك ووكينج اتليست ان هو يمشي بيمد او اولموست لا مرحله ما قبل الجوجنج او الجري. اوكي ده المينيم، لو عاوز يجري اوكي مفيش مشكله طالما احنا عارفين السيف ليفل اوف ذيس بيشنت قد ايه. تمام معظم العيانين دلوقتي الاديوكيتر ممكن يبقى معاه ساعه او موبايل بيحسب هارت ريت، فنقول له انت ما السيف هارت ريت بتاعك از من كذا لكذا، فممكن حتى وهو بيجري تمام بره البروجرام بتاعنا نقول له الهارت ريت بتاعه قد ايه، لو هيروح جيم بعد كده ممكن نقول له لما تطلع على تريدميل وتحسب الهارت ريت بتاعك ما لا يتعدى الهارت ريت الفلاني. تمام فطبعا از اكوردنج للامريكان والفين جايد لاينز اتليست خمس ايام في الاسبوع مودريت انتنسي اكسرسايز تمام، وبريفيربلي سبع ايام بتوع الاسبوع، وطبعا سبلمنتد باي انكريز باي ايه ديلي لايف ستايل اكتيفيتيز. تمام ان هو يمشي ما بينهم، ان هو ياخد بريكس ات ورك ويتمشى شويه يطلع سلالم بتاع، لو عنده جنينه يعمل جاردنينج، وطبعا ممكن ان هو كومبلمنت ريزيستنس تريننج 2 دايز بير ويك بال بروفايدد ان هو اخذ عندنا الريزيستنس تريننج ده واحنا بريسكرايب ايه الانتنسيتي بتاعه الويتس اللي هيعملها. اوكي ما نسيبوش كده مع نفسه يروح الجيم ويشيل حديد، فاي عيان كاردياك بيشن يقول لك انا جالي انفاكشن بس عاوز العب حديد، لا مش هتلعب حديد غير لما تاخد سوبرفايز ريزيستنت تريننج الاول وبعد كده احنا ندي لك البريسكرايبد ريزيستنت تريننج بتاعك كاننا بتكتب روشته.
تمام. هتعمل 2 سيتس او 2 سيشنز بير ويك. every session هتعمل تريننج المسل جروب الفلانيه والويست اللي هتشيلها تبقى كذا كذا كذا. اوكي ف this is very important. طيب احنا اتكلمنا عن الكارديك ريهابيليتيشن. طيب هو في بنفيت من الكارديك ريهابيليتيشن ده؟ احنا طبعا احنا في الايرا بتاعت ايفيدنس بيزد ميديسن، يعني كل حاجه بنعملها لازم يبقى في ايفيدنس ده تسبورت الحاجه دي، تمام. ما احنا كنا الاول بنقول ان احنا ندي اسبرين لكل العيانين فوق ال 40 years وطلع الكلام ده ملوش بيز في الايفيدنس، صح؟ الناس عيان عنده ريسك بروفايل معين، صح؟ فاحنا لازم يبقى في ايكويفالنت بيز في الايفيدنس في الليتريتشر بتاعتنا. فهل في ايفيدنس في الليتريتشر تسبورت ان احنا نعمل كارديك ريبتيشن للبيشنتس دي؟ اه في، تمام. ان احنا لقينا ان الكارديك ريبتيشن ده decreases mortality and recurrent MI by at least 25% في العيانين البوست MI، يعني العيان اللي جاله انفاركشن ودخل عمل كارديك ريبتيشن انت بتقلل فيوتشر ان يجيله ري انفاركشن او كاردياك ديث ب 25%، ودي نسبه مهوله، تمام. دي مش نسبه قليله، ف this is very important. الحاجه الثانيه دي طبعا ميتا اناليسيس كتيره، كوكرين دي ميتا اناليسيس بتتعمل، تمام. لو ان هي بتكريز المورتاليتي من 13 ل 27% في كل الاستاذز اللي اتعمل، فاحنا بنقول افريج 25%، تمام. يعني this is very strong evidence ان هي بتقلل المورتاليتي خصوصا في البوست ماي بيشنتس، تمام. مش كده وبس، ان هي بتحسن كل ريسك بارامترز، ريسك فاكتور بارامترز بتاعت العيان. It lowers the lipids، بت improve the systolic blood pressure، بت enhance smoke cessation. خلي بالك العيان اللي بيجري، تمام، ده في اندورفينز تطلع في دماغه، تمام. الاندورفينز دي اعتبروها زي المخدرات الداخليه، بتخلي الواحد يبقى مبسوط. اوكي، فلما الواحد يبقى اوريدي بقى ان جود مود مش هيحتاج ان هو يسموك، فهيلث العيان ان هو يسموك سيسيشن لما يحس ان الهيلث بتاعته اتحسنت، تمام. فيعني ات هيلبس ان لورينج ذا ليبيدز، سيستوليك بلاد بريشر، سموك سيسيشن، امبروفز كواليتي اوف لايف، بتريديوس فيوتشر ام ايز من 17 ل 47%، تمام. والبنفيت ده از مينتيند لحد 2 years after ما بيوقف الكارديك ريهابيليتيشن بتاعه، تمام، وديكريز هوسبيتاليزيشن والكارديك ماي مورتاليتي. But there is evidence of reduced all cause mortality by around 25%. طب what about the guidelines؟ يعني احنا اتكلمنا عن الليترشر، يعني طالما هي فيها strong evidence في الليترشر كده فلازم تبقى recommended في guidelines، تمام. Are recommended في guidelines where recommendations are very high، تمام. يعني مثلا في دي الامريكان جايد لاينز فور سكندري بريفنشن، تمام، في 2011 ببلش، تمام. بتقول لك اتس كلاس 1 ريكومنديشن ذات اول اكيوت كرونيك سيندروم بيشنتس ايميديتلي بوست كرونري باي باس سيرجري او بوست بي سي اي شود بي ريفيرد تو كومبريهنسيف اوت بيشنت كارديوفاسكولار ريهابيليتيشن بروجرام. يعني كل العيانين اللي جالهم انفاركشن او عملوا كابج او عملوا بي سي اي شود بي ريفيرد تو، ما قالكش اكسرسايز بس، قال لك يعني comprehensive outpatient cardiac rehabilitation program، تمام. والreferral ده يبقى prior to hospital discharge اللي هو during phase 1 زي ما اتكلمنا، تمام، او on first follow up visit. هو جاي في first follow up visit يتابع، نقول له والله احنا you are enrolled in the cardiac rehabilitation program بتاعك، ونا advise العيان، تمام. ومش كده وبس، مش العيانين اللي جالهم دول والعيان اللي جالهم during the past year، تمام، سواء acute coronary syndrome او cabbage او PCI او حتى peripheral arterial disease is advised ان هو يخش في cardiac rehabilitation program. European guidelines for management of patient with acute MI، تمام، ودي في 2012. exercise based cardiac rehabilitation is recommended is a class 1 level of evidence B، يعني at least في 1 randomized trial اتعملت وطلعت فيه benefit. اوكي، guidelines لما بتحط حاجه في recommendation ما بتحطهاش based على haphazard، بتحطها based على evidence in the literature، تمام. والكلاس اوف ايفيدنس هنا بي، يعني معناها ان هي مش حتى كونسنسس، يعني اتفاق كده عام، لا، بيزد على ترايلز اتعملت. اوكي، في الامريكان نفس الكلام في 2013، اتس كلاس 1 ريكومنديشن ليفل ايفيدنس بي ان اكسرسايز بيز كارديك ريهابيليتيشن ريكومندد فور بيشنت ويز ستيمي. اوكي، طب بالنسبه للعيان نون ستيمي نفس الكلام، الامريكان في 2014، اول اليجيبل بيشنت وذ نون ستيمي شود بي ريفيرد تو ا كومبريهنسيف كارديك ريهابيليتيشن بروجرام. اوكي، طب وفي العيانين اللي عملوا بي سي اي في الامريكان، كلاس 1 ريكومنديشن. طب نفس الكلام بالنسبه لليوروبيان في 2014، تمام، هنا كانت كلاس 2 اي ليفل اوف ايفيدنس اي. هارت فيلير اتس ا كلاس 1 اي ريكومنديشن، تمام. فاحنا بالنسبه لنا وبرده نفس الكلام بالنسبه للامريكان، يعني اكسرسايز تريننج كلاس 1 كلاس 2 اي كارديك ريهابيليتيشن بروجرام. فاحنا عندنا فيري سترونج ايفيدنس كلاس 1
او at least class 2A. ف this is very strong evidence و recommendation في الامريكا, وكلها recommendation يا اما level of evidence يا A يا B. تمام, يعني عندنا يعني at least one randomized او several randomized trials في القصة دي. تمام, لكن despite the evidence ده احنا قليلين اول ما بنبعت عيانين او نشوف عيانين بيروحوا cardiac rehabilitation. تمام, يعني انت الاسبرين is class A, لما العين الام اي اسبرين ده كلاس 1. يعني لو ما اديتوش اسبرين unless contraindication انت بتعمل جريمه, يعني ممكن تخش السجن لو if you discharge a patient من غير اسبرين وبلافكس. تمام, عامل برايمري بي سي اي, انت هتخش السجن لو ما اديتهمش اسبرين وبلافكس قبل ما يخرج من المستشفى. ترو ولا لا؟ cardiac rehabilitation referral is a class 1, يعني ليها نفس السترونج ريكومنديشن از ان انت prescribe اسبرين وبلافكس. وصلت المسج؟ اوكي, فاحنا وي هاف فيري سترونج اف. ومع ذلك والعيانين قليلين جدا around 30% ده في الويسترن كونتريز eligible patients who are enrolled in cardiac rehabilitation. فعندنا تقريبا تلت العيانين ال eligible انهم يخش cardiac rehabilitation are enrolled in cardiac rehabilitation. طب ليه؟ تمام, ده عندنا طبعا اقل بكتير, احنا بنتكلم 30% ده بره. طب عندنا تقريبا 5% او اقل. تمام, او almost ما فيش خالص. ف less than 30% of the eligible patients are enrolled with participation is lowest in the women socioeconomic disadvantaged patient, اللي هم العيانين اللي عندهم low socioeconomic status. تمام, والإيردلي, وطبعا معروف الأسباب ليه, يعني الومن محتاجة حد يساعدها ويأسكورت هير ويوديها, العيان اللي معهوش فلوس يبقى طبعا, والقصة دي ممكن تكون محتاجة حتى لو هي سبونسر هيحتاج ان هو ينزل ويركب مواصلة مرتين في الأسبوع وهيروح, ولو بيشتغل هيسيب شغله. فأنا قصدي بالنسبة لهم هي صعبة شوية. أوكي, دول أصعب ناس بيروح, الومن low social economic standards والelderly, عشان طبعا women والelderly محتاجين حد يأسكورت دم وحد يكمباني دم, واللو social economic status علشان هو محتاجين الفاينانسز. طب ايه الباريز اللي بتلمت البارتيسيشن الكارديك رابليتيشن؟ اول حاجة patient factor. تمام, مش عاوز يروح, هو ما يا اما شايف ان هو ما فيش فينا فايده, مش مقتنع, او ظروفه لا تسمح. تمام, او inability to reach a cardiac rehabilitation زي cost, العيان مش قادر على cost, او old او female زي ما اتكلمنا. تمام, او ما فيش مكان قريب منه. تمام, provider او physician factors, lack of referral, الدكتور مش بيبعت. تمام, يعني الدكتور اللي شاف infarction patient في الرعايه ما بعتهوش cardiac rehabilitation unit مع انه عارف ان في cardiac rehabilitation unit في المستشفى او in a nearby hospital. تمام, يا اما هو خايف ان العيان ده يعني, او مش عارف, ما يعرفش الجايد لاينز وما يعرفش ان في ريسك فاكتور ستراتيفيكيشن بتعمل العيانين دول, فهو خايف يبعت العيان او حاسس ان العيان ده مش اليجيبل. تمام, او ديس بليف, هو يعني مش مقتنع, يقول لك ما هو العيان ياخد ده ويبقى كويس ليه يعني نبعته بتاع مكسل يعني. تمام, او هيلث كير سيستم فاكتور, ما فيش افيلابيليتي اوف كارديو رابيتيشن بروجرام, احنا في منطقه نائيه وما فيش فيها كارديو رابيتيشن, فخلاص احنا يعني مضطرين ان احنا نكتب لعيانه الروشتة ونديله الادفايس وخلاص على كده. وهنا تيجي بقى الامبورتنس بتاعت الفيز 1 كارديك ريهابيليتيشن, ان احنا نقعد مع العيان قبل ما يخرج من المستشفى, نتكلم معاه, نديله الاديوكيشن بتاعه, الريسك فاكتورز بتاعته, الدايت, هيلثي دايت المفروض يمشي, الورنينج سيمبتومز, لو خرج وحصل له تشيس بين يعمل ايه, ياخد داينايترا وبعد كده ياخد الاسبرين ولازم يجي فورا. ان كتير قوي العيانين بيجي لهم تشيس بين ما يعرفش يعني ايه, ممكن يروح للصيدليه يديله حاجه فوار للمعده اند ذاتس ات. تمام, او عين هارت فيلر, ايه وورنينج سيمتوم, لازم ان هو يوزن نفسه ديلي ويشوف الويت بتاعه, لو ابتدى يزيد يعني 2 كيلو على مطار يومين ثلاثه كده, ذس از انيوجوال انكريز ان ذا ويت, ده معناه ان جسمه بيعبي ميه. تمام, خصوصا لو ده اسوشيتد مع ديسنيا واكسوشيتد مع اورتوبنيا, لازم العيان ده يجي فورا المستشفى, ما يستناش لحد ما يبقى خلاص دي كومباسيتد تماما, فنلحق العيانين دول بدري. فالورنينج سيمتوم لازم تتقال للعيانين دول. تمام, الهيلث كير سيستم برضه, lack of health insurance, يعني يبقى في cardiac rehabilitation facility موجوده في المكان بتاع العيان, لكن مفيش coverage, مفيش insurance بيكفر الكارديك rehabilitation ده, مع ان لازم تكونوا عارفين كلكم دلوقتي ان cardiac rehabilitation is covered by national insurance عندنا, يعني التامين الصحي بيكفر cardiac rehabilitation, يعني العيان اللي يشوف عيان عنده infarction وليه تامين صحي يبعته الجواب للجنه بتاعت التامين يديله موافقه ان هو يجي cardiac rehabilitation ويجي عندنا المستشفى يعني. اوكي, فطبعا الانكريز ان ذا اويرنس بتاع الدكاتره از فيري امبورتنت,
ليه؟ ان هم اللي هيبعتوا العيان للكارديك ريبيتيشن يونت، هو اللي هيعمل فيز 1 كارديك ريبيتيشن. انا مش هاجي عندك في المستشفى لو انت حتى في الاقاليم او في المستشفى غير جامعيه، ادي كارديك فيز 1 عندك انت اللي هتديه، فلازم تبقى عارف ايه الكومبوننتس بتاع فيز 1 كارديك ريبيتيشن، لازم تبقى عارف ان في كارديك ريبيتيشن فاسيليتي ان ذا ان دي فازينيتي بتاعه المستشفى بتاعتك تبعت للعيان بعد كده. فانكريز اويرنس از فيري امبورتنت. تمام. طب كارديك ريبيتيشن كوست افكتيف، احنا عارفين دلوقتي كارديك ريبيتيشن اثبت في الليتشر ان هو بيحسن مورتاليتي، بيحسن فيشو ايفنت، وبيحسن كواليتي اوف لايف، بس البرايس قد ايه؟ ما انت ممكن عشان تحسن ده بتدفع اموال طائله، واحنا بلد فيها ليميتد ريسورسز. تمام. فايز كوست افكتيف ولا لا؟ ات از كوست افكتيف، ان هو ات واز سبجكتد كوست افكتيف اناليسيس ستادز كتيره بار. تمام. وهم لقوا ان زي ما قلنا اتس نوت اونلي كلينيكالي افكتيف بس كوست افكتيف از ويل. ازاي؟ ان هي compares favorably with other medical interventions. medical intervention ما قلناش اللي هي surgical او catheterization. medical interventions performed in patients with coronary heart disease. ف yes it's cost effective. تمام. دي study اتعملت. تمام. لقوا ان cost per year life gained او saved في انجلترا من 2000 ل 2010. تمام. لقوا ان الهارت cardiac rehabilitation stands in the second space in form of cost effectiveness. يعني لو اعتبرنا الاسم بيتا بلوكرز for secondary prevention بيكوست 1000 استرليني for one life saved per year، الكارديك ريبيتيشن كوست اراوند 2000. تمام. لكن it comes before ACE inhibitors even. يعني هو ارخص من ACE inhibitors، ارخص من الستاتنز for secondary prevention in terms of life saved. تمام. ارخص definitely من الكابج ومن البي سي اي. فاحنا بنتكلم ان السفاري كوست افكتيف. تمام. انت العيان هيدفع الفلوس اللي هيدفعها او الدوله هتتحمل لو في انشورنس الكوست بتاع الكارديك ريبيتيشن بتاع العيان ده، لو هنعمل كارديك ريبيتيشن فور اكزامبل ل 100 عيان. لكن لو ما كناش عملنا ال 100 عيان دول وكوست مثلا فور اكزامبل 100 عيان دول مثلا نفترض مثلا 20000 ولا 30000، لو احنا ما كناش عملنا كارديك ريبيتيشن، خمس ست عيانين من دول كانوا هيضطروا يجي لهم ري انفاركشن ثاني ويخشوا المستشفى، يبقى في هوسبيتاليزيشن، يبقى في بي سي ايز، ويبقى في كابج، وهتكلف الدوله 100000 بدل ما تكلفت 20000. عرفنا يعني ايه كوست افكتيف؟ هي مش معناها ان هي ببلاش، لا هي هاز ا كوست، لكن الكوست بالنسبه لللايف سيفد بالنسبه للاذر انترفنشنز از فيري لو ريجاردنج الايه لايف سيفد. ايه الكونترا انديكيشنز للعيانين اللي احنا اللي انت هتشوفهم مش تبعتهم بقى كاردياك ريبيتيشن؟ طبعا احنا زي ما قلنا كل الكاردياك بيشن ار اليجيبل فور كاردياك ريبيتيشن، لكن ايه الكونترا انديكيشن؟ العيان اللي عنده سيفير ديزيز ولا انجينا. تمام. فده مش نقدر لحد، لازم كوركت الانجينا بتاعته. تمام. يا اما بريفاسكولاريزيشن او بانتنسيفيكيشن ميديكال تريتمنت. تمام. دي كومبنسيتد هارت فيلير، لازم العيان يبقى اتليست كومبنسيتد فور 2 ويكس اتليست. تمام. سوري. uncontrolled arrhythmias، العيان اللي بيجي له رانز وفي تاك وبيجي له اي اف مش كنترول، لا لازم يبقى كنترول الاول. تمام. قبل ما نجريه واطمن لما اعمل له اكسرسايز تيستنج لما اقولهوش اي ميجر arrhythmia اكسرسايز تيست. تمام. سيفير ال في ديسفانكشن، بورلي كنترول هايبرتنشن، العيان ضغطه 200 على 120، لا لازم كنترول هايبرتنشن. فمعظم الكونترا انديكيشن دي ار اكشلي relative contraindication. لما نصلح contraindication دي العيان ده ممكن يبقى enrolled in cardiac rehabilitation بعد كده. تمام. hypotensive response to blood pressure in exercise، لا ده ما حبش اجريه، او اتليست لو اجريه ما اجريهوش للليفل اللي حصل عنده hypotension. اوكي. unstable concomitant medical problems بقى، عيان عنده مشاكل تانية، يعني عيان عنده مثلا severe pneumonia، عنده myopericarditis، عنده اي مشاكل تانية to hinder him ان احنا نروح cardiac rehabilitation، and برضو it's a relative contraindication. اول ما العين جاي الكونديشن بتاعته تحسن او الميديكال بروبلم اللي عنده تتصلح، وي كان ان احنا بعد كده نرول ان كارديك ريبيليتيشن. فتيك هوم ميجرز مسج بتاعتنا، باي ذا واي ذس وان اوف اور بيشنتس، ان احنا ريفاسكولاريزيشن ماي تريت ا ليجن بت داز نوت كيور ذا بيشنت. تمام. ياما شفنا عينين عملنا لهم انترفنشنز بيرجعوا لنا تاني بري انفاركشنز او بهارت فيلير او بريزيديوال سيمتومز، لكن سكندري بريفنشن ميجرز ار انتجرال بارت اوف ذا بيشنت مانجمنت. وطبعا زي ما قلنا ان كارديك ريبيتيشن ده ذيس از ان انتجرال سكند كومبريهنسيف سكندري بريفنشن بروجرام، هو في كل سكندري بريفنشن اسبيكتس فيه. اوكي. حد ليه اي استفسار عن اي حاجه؟ دوز بتاع الاكسرسايز اديله الدوز بتاعته اللي هي من ماكسيم ريكومندد دوز في الجايد لاين. احنا بنحسب التريننج هارت ريت رينج بتاعه وايل ذا بيشنت اون هيز ميديكيشن، لما بنجري العيان على تريدميل عشان نعمل له اكسرسايز تيستنج ونطلع الهارت ريت بتاعه بنطلعه وايل هيز اون بيتا بلوكرز. اوكي. فعشان كده احنا بنستريس العيانين اللي بنكسرسايز ذم واكسرسايز ذم اون ميديكيشنز. اوكي. حضرتك تقول
هاي ريسك بيشنت واي كرون ارت ديزيز اكوردنج للسكور بتاع السوسايتي يعتبر هاي ريسك بيشنت. لا في اسسمنت تانية بيتاخد ان كونسيدريشن في الاريثميز, بتاخد ان كونسيدريشن في الاجكشن فراكشن تمام, وبيزد على دول بنحدد العين ده از انترميديت لو اور هاي ريسك. ولما بنقول هاي ريسك ان هو ما يجريش, لا احنا هنا ما لا كله بيجري, بس كله بيجري with different degree of supervision و different degree of training range. يعني العين الهاي ريسك جاريه على low intensity في الاول لحد ما تطمن ان هو it's safe ان هو يجري. ما هو العين الهارت فيلر ده از هاي ريسك فاهمني, بس هو الهاي ريسك بيشنت ده بدل ما العين البوست بي سي اي ده از لو ريسك لو جاكش بتاعك شاكس بتاعه نورمال ومعندوش ريزيديوال اسكيم. الفرق من ده ايه وده ايه, ان انا ممكن العين البوست بي سي اي اجريه مثلا اندر سوبرفيجن فور 4 سيشنز مثلا فور اكزامبل او 6 سيشنز وبعد كده اقول له انت ممكن تروح الجيم مع نفسك فاهمني. لكن العين هارت فيلر هيحتاج ده هاي ريسك, هيحتاج مثلا اقول له لا انت محتاج ان انت تبقى معايا اتليست 424 سيشنز سوبرفايزد قبل ما اقول لك تروح تجري في الجيم فور اكزامبل. فهنا الديجري اوف سوبرفيجن. الحاجه الثانيه الديجري اوف انتنسيتي, العين بوست بي سي اي ويانج ايج 40 سنه وكان بيلعب سكواش وعايز يلعب سكواش, ممكن اجري هاي انتنسيتي بعد كده. لا العين لو ريسك, لا الهاي ريسك هجري لو انتنسيتي وممكن ازود ابوش هيم تو مودريت انتنسيتي, مش هزود له هاي انتنسيتي. طب دكتور انا لسه كان في جزء تاني المحاضره, يعني اللي عاوز يمشي ممكن يمشي في الجزء تاني المحاضره, انا عامله مين للنواب اللي هو الفيز 1. مبدئيا سكشوال اكتيفيتي يو كان ريزيوم ات 2 تو 3 ويكس افتر الايفنت تمام, او افتر دي كومبنسيشن بروفايدد ان العيان ممكن ان هو يطلع دورين ثلاثه سلم كومفورتبل, يطلع دورين سلم كومفورتبل غير سيمتومز يو كان هي ريزيوم سكشوال اكتيفيتي. اوكي ده ان شورت يعني الدرايفنج لو عمل بي سي اي بعد شهر, لو بعد بوست ام اي او بوست كابج بوست كابج يعني بعد شهر شهر ونص, وبوست ام اي بعد شهر. ده السيف سيف انترفل اللي ممكن يسوق عنده. ليه؟ ان الجادجمنت بتاع المسافات والحاجات دي ممكن بيبقى امبير شويه في العيانين دول. ده في العيان اللي عنده رخصه قياده خاصه. العيان اللي بيسوق كوميرشال فيكل, يعني مثلا بيسوق اتوبيس او بيسوق حاجه ميكروباص بتاع شركه او كده معاه ارواح تانية, لا ده بياخد اب تو 3 مانث بعد الايفنت ولازم يبقى اكسرسايز تيستد الاول قبليها كمان. اوكي فهنا في ريجوليشنز كان طبعا مش موجوده قوي ريجوليشن عندنا هنا في مصر, لكن بره في فيري ستريكت ريجوليشنز. الطيارين مثلا في فيري ستريكت ريجوليشن قبل ما يرجع الشغل قالوا ان ماي, يعني قصه مش سهله. اوكي فيها كريتيريا بس مش موجوده في البرزنتيشن دي. في جدول يقول لك اللو ريسك مين, الهاي ريسك مين, انترميديت ريسك مين, واكوردنجلي على كل ريسك ايه الاكسرسايز انتنسيتي اللي جاري عليه. لا ده مش هيبقى في الجايد لاينز, هيبقى في كتب مخصوصه للكارديك ريبيتيشن. ممكن ابقى اديلك ممكن ابقى اديلك ريسك كلاسيفيكيشن ده, بس ده اتس فيري يعني ادفانس لان انت هتعمل كارديك ريبيتيشن اوريدي. اوكي لو انت هتبقى انفولد بالكارديك ريبيتيشن. لكن مبدئيا كل العيانين البوست ام اي لو ستيبل, كل العيانين الهارت فيلير لو كومبنسيت كان جو تو كارديك ريبيتيشن. الدوز اوف اتور والايس استعملوه في كل الاكوت كورونا سيندروم, ملهاش علاقه بالمحاضره دي. الايس والستاتنز اكوردنج تو بابليش جايد لاينز. يعني انت عندك الهاي ريسك بيشنت بتديهم هاي انتنسيتي ستاتنز لو العيان ده بوست ام اي او كورونا ارت ديزيز او دايابيتك تمام, طيبات تديهم لو مودريت لو هاي ريسك اكوردنج للريسك كالكوليشن بتاعه تمام. الايس انت بتبوش الايس تو ذا ماكسيمم دوز في العينين الهارت فيلير, فهي مالهاش علاقه بخاص بالكارديك ريبيتيشن. انت الجو في الريكومنديشن بتاعتك تو اكوردنج تو ذا ببلش جايد لاينز, كانك لو كنت مش هتعمل كارديك ريبيتيشن للعيان ده. اوكي فيو ستيك تو ذا جايد لاينز الريكومنديشن المكتوبه فيه. ايس ماكسيمم ريكومندد دوز لو ما فيش كونترا انديكيشن, ستاتنز هاي انتنسيتي لو العيان ده اسكيميك او بوست ام اي, والمودريت انتنسيتي او مودريت تو هاي انتنسيتي لو العيان ده دايابيتك وداوت اذر ريسك فاكتورز. وفي الهارت فيلير ذير از نو رول فور ستاتنز الا لو العيان عنده ديسليبيديميا وبيخش في ال one of the statin benefit groups على حسب الكالكوليشن بتاعه. انا بس في جزء تاني من المحاضره بقى ان انا